السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهل وأصحابهم ومتابعيهم أجمعين. مع حضراتكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من المساء مع قصوى. كل أسبوع نقابلكم يوم الجمعة بنقف مع حضراتكم، يعني بنروح معاكم في رحلة ساعتين كده، بنحاول إن احنا نلف بيها محطات ثقافية مختلفة. بفكر حضراتكم دايما احنا بنعمل إيه؟ احنا بنفك الدسم الثقافي، بنحلحل الصعوبة اللي موجودة في المواد الثقافية عشان نكون توك شو ثقافي سريع متجدد متنوع، يعني مجلة ثقافية اللي يشوفها أو اللي يتفرج عليها أو اللي يتابعها حتى السوشيال ميديا يكتشف أنه لقى جرعة ثقافية مبسطة ومخففة وعميقة ومحتفظة بأبعادها الدقيقة وموضوعية أيضا، وبنتحرى الدقة والمصداقية في كل كلمة بنقدمها لحضراتكم، بننوع المصادر بتاعتنا، بنتأكد من كل معلومة موجودة عشان نقدم لحضراتكم المعلومة الصحيحة والموثقة أيضا بدقة. بفكر حضراتكم كمان أن احنا بنحاول على مدار الحلقات الكتير اللي قدمناها لحضراتكم ان احنا نروح معاكم في رحلات انسانيه من خلال ضيوفنا الكرام اللي بيكونوا منورينا، يعني بنقف معاهم في حوارات مختلفه وابعاد مختلفه، عشان في ناس كتير بتبعت تقول انتوا مستضيفين فلان الفلاني ليه، او انتوا ايه الفائده اللي بتعود من لقاء شخصيه فلان، او ناس بتبعت تسال ليه ما سالتوش في الاجزاء الخاصه بكذا، خناقات فلان الفلاني مع فلان ليه. احنا ما بنروحش للامور الجدليه والامور الشائكه والمشاكسات والأمور اللي فيها خناقات وضجيج ودوشة فارغة، احنا بنروحش النقاط دي، احنا بنروح مع حضراتكم في نقاط محددة متعلقة بفحوى الرحلة الإنسانية اللي عاشتها الشخصية اللي بيكون موجود معانا أو اللي بتكون موجودة معانا، الرسائل اللي بين السطور اللي موجودة في فلسفتها في الحياة، الرؤية اللي عدت بيها، يعني بنحاول ان اللقاء يكون متعلق بالفلسفة الإنسانية وبالرحلة المنطقية للإنسان وبرحلة عقل الإنسان من خلال اللي هو قدمه في حياته، أيا كان نوع المحطة اللي توقف عندها أو اللي انتقل منها إلى محطة أخرى. بنحاول أن اللقاءات بتاعتنا تكون راقية وتليق بهذا المحتوى الثقافي وتليق بضيوفنا الكرام اللي بنسعد بوجودهم معنا. أقول لحضراتكم نحن بنتواصل معكم على السوشيال ميديا، صفحة المساء مع قصواء كما حضراتكم حالا، كمان صفحاتنا المختلفة، صفحة قناة تن، منصة تن على اليوتيوب، قصواء الخلالي، تويتر، على فيسبوك، انستجرام، كل الحاجات دي متواصل مع حضراتكم من خلالها. والمساء مع قصواء ناس اللي بتبعت تسأل على كتب بعينها، مناقشات علمية معينة، شخصيات معينة، فنانين بعينهم، يعني من خلال اليوتيوب تقدروا حضراتكم وصفحتنا تلاقوا الفقرات الكاملة موجودة ممكن حضراتكم تستمتعوا بيها من جديد. وفكركم ان احنا يعني الموضوع مش حدثي بالنسبة لنا او خبري، ما بنهتمش بالضجيج، ولكن لو في متابعة لشأن ثقافي هي اللي بتكون موجودة عندنا في الحلقة، غير كده بيكون الموضوع انساني تاريخي توثيقي تاريخي بحت. طيب خلينا نقول لحضراتكم من دي صفحتنا حضراتكم شفتوها، نرجع نكمل مع حضراتكم فقراتنا النهاردة. نوقف معاكم النهاردة عند ايه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معاكم من أول حاجة. وكان في حديث في الفترات اللي فاتت وتابعنا معاكم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعندنا مفترض انطلاق الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. طيب وصلنا لحد فين؟ في أحاديث كثيرة على مدار الفترات الماضية، في يعني الكثير من التعليقات، في بعض الجدل في الوسط الثقافي. ناخد المعلومة الكاملة بآخر المستجدات في الموضوع من ضيفي الكريم عبر الهاتف الأستاذ سعيد عبد الرحيم رئيس اتحاد الناشرين المصريين. استاذ سعيد منور الدنيا واهلا بحضرتك في المساء مع قصواء. اهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام يا استاذ قصواء، اهلا وسهلا. خليني اخذ من حضرتك اخر المستجدات، ويعني الى اين انتهى او حتى الان اين نتوقف في فكره معرض القاهره الدولي للكتاب؟ هو الحقيقه اللجنه العليا يعني في الحقيقه في اجتماعات مستمره والاستعداد للمعرض، وفتحنا باب الحجز للساده الناشرين في مصر والمشاركين من الدول العربيه او اي دوله على مستوى العالم. والتسجيل بيتم، لكن الحقيقه احنا منتظرين قرار محدد بخصوص الارض، يعني كان اجتماع بالامس بخصوص المعرض ومنتظرين بس انه ارض المعارض يتم توفير المكان، ومعالي وزير الثقافة يمكن لسه يا بكرة مساء أو يوم الأحد صباحا إن شاء الله يكون وصلنا القرار النهائي أنه المعرض الأرض موجودة بالكامل، لأنه في حالة عدم توفر الأرض بالكامل هيبقى من الصعب إقامة المعرض على 50% من المساحة.
ودي يبقى ليه ترتيبات طبعا مع الاجراءات الاحترازيه، مع الـ يعني الظروف الخاصه اللي احنا بنمر بيها يعني. فان شاء الله يبان يعني لحد صباح على اقصاها على اخر اليوم يعني ان شاء الله. هل في يعني شيء ارجح من شيء لحد دلوقتي ولا الامور مطلقه لسه؟ التجهيزات احنا جاهزين. الشيء الارجح اللي هو الشيء الوحيد الارض المعرض انها تتوفر 100%. انما يعني حتى الان ليس هناك قرار واحد او انه لم يتخذ قرار من اللجنه العليا او من يعني مع الوزير الثقافه مع الجهات المختصه. ده اللي يعني ان شاء الله، فاحنا اجلنا الاجتماع ليوم الاحد ان شاء الله نعرف ايه النتائج ونتخذ القرار ونعلنه للناس ان شاء الله، ونتمنى الخير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. في الاتجاهين او في الحالتين ايه اللي بيحصل في حال اقامه المعرض وفي حال يعني عدم توفر الارض كامله او المساحه الكامله لاقامه معرض القاهره الدولي، ايه اللي هيحصل؟ عندنا البرنامجين، في حاله اقامه المعرض باذن الله الاجراءات المتخذه طبعا الفعاليات الثقافيه هتبقى اونلاين مش على الارض يعني. الاجراءات الاحترازيه في مساحات طبعا، في تباعد بين الاجنحه، في ممرات اوسع، في تعقيم، في اجراءات خاصه بالمساحات. طلبنا برضو انه الناشرين يتم عمل مساحات ليهم قبل المشاركه. كل هذه الاجراءات طبعا دي هتبقى ضمن حزمه الاجراءات المتبعه في حاله اقامه المعرض. عاملين حساب كل حاجه الحقيقه في اللجنه، انه يعني من اجراءات طبيه، من توفر وسائل نقل ووسائل حمايه، الدخول حجز التذاكر رقمي اونلاين مش من دخول التيكت من منافذ البيع في داخل ارض المعارض. كل هذا الكلام يعني الحقيقه في خليه عمل شغاله وجاهزين له. في حاله عدم اقامه يعني لم يتوافر مساله الارض لاسباب سبب او اخر، عندنا برنامج كامل بالتعاون مع وزاره الثقافه، انه في مجموعه من الفعاليات هتتم على مستوى الجمهوريه، لان الحقيقه لن نترك الساحه خاليه، اقول انه في يعني رساله للناشرين وفي عمليه اقتصاديه لدور النشر، لابد انه تستمر هذه الصناعه، وان شاء الله يكون عندنا يعني مجموعه من المعارض على مستوى الجمهوريه ان شاء الله بديله في اماكن مفتوحه تقبل الاجراءات المتبعه واللي نتلقاها والتعليمات من وزاره الصحه، تحاول تكون بديل ان شاء الله، بديل امن وبديل انه نقدر نساعد هذه الصناعه ان شاء الله الى ان يجي المعرض الجديد ان شاء الله في يناير. مش هيكون تكلفه زايده على الناشر المشارك؟ لا، مفيش تكلفه زايده ولا حاجه. المعارض المحليه احنا المعارض المحليه المفروض انها تكلفه اقل. الحاجه الثانيه انه نفكر مع وزاره الثقافه بحيث ان احنا ان شاء الله احاول اوفر 50% من تكلفه إقامة هذه المعرض. يبقى كده وفرنا كل من وزارة الثقافة واتحاد الناشرين على أساس إنه يعني لو قدرنا نوصلها مجانا هنعملها إن شاء الله. إن شاء الله. على أساس إنه نعدي هذه المرحلة. يعني بالتوفيق إن شاء الله أستاذ سعيد للمعرض بإذن الله، يعني ننتظر إنه يقام، وفي حال إنه يعني لم يتم إقامة المعرض بشكل أو بآخر يعني إن شاء الله يكون اللي جاي أفضل وأيسر للناشر المصري. لحضرتك بالتأكيد يعني بتاعي حجم المسؤولية الكبيرة لهذا الملف. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين. دي لمحة كده حبينا نقف عندها مع حضراتكم عشان نروح معاكم لباقي المحطات بتاعتنا. كان لابد من البحث في هذا الأمر لأنه موضوع بيثير الجدل بقاله فترة، هل سيتم إقامة المعرض أم لا؟ إن شاء الله يوم الأحد يكون في خبر حلو للجميع بقى، كل من ينتظر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب إن شاء الله. يعني نتمنى بإذن الله أنه يكون الأمر سهل ويتم إتاحة المعرض لهذا العام. طيب أروح مع حضراتكم لفقراتنا النهاردة، نبدأ معاكم من الغرب.
الغرائب. والغرائب النهارده حبينا لانه معانا في الحلقه الحقيقه حاجات كتير ان شاء الله هتعجب حضراتكم. خليني اقول لكم بقى معانا ايه. معانا مجموعه كده من الحاجات نسيت اقول لحضراتكم عليها. طيب في البداية في وقفة هنروح معاكم فيها عند طبعا هنعدي معاكم غرائب وعلوم وفنون وحاجات كده كتير، وبعد كده هنروح معاكم لمحطة من المحطات اللي هتلفت نظر حضراتكم، لأن احنا هنروح النهاردة للمفاعلات النووية. طيب حد هيقول لي الموضوع علمي قوي؟ احنا بنجيب حاجات علمية جدا، بس زي ما قلت لحضراتكم بنفك الموضوع ومبسطه ونحل حلو لحد ما يبقى صالح للعرض التلفزيوني المبسط والممتع عشان ما حدش يزهق وهو بيتفرج، وبرده بنعدي فيه نقلات سريعة كده فيبقى خدنا فكره عن الموضوع بشكل عام وعميق ايضا. النهارده هتكون الوقفه متعدده الحقيقه متنوعه وشامله، وهيكون ضيفنا الكريم فيها الاستاذ عماد ابو الدكتور عماد ابو الذهب عميد كليه العلوم جامعه حلوان. بعد كده نروح معاكم لوقفه من الوقفات الادبيه التاريخيه يعني الثريه جدا والعميقه جدا، وهيكون عندنا واحد من الاسماء اللي ليها باع طويل جدا في التاريخ واللي يعني في رحاب التاريخ له رحله كبيره جدا، وايضا هو عضو في مجمع اللغه العربيه. هيكون منورنا النهارده الدكتور احمد زكريا الشلق استاذ التاريخ الحديث والمعاصر. النهارده الرحله الحقيقه انا قريت له يعني اكتر من كتاب، لكن لما تشوف جماع الكتب والافكار والرحله طويله الملفته المبدعه شديده الدقه والخصوصيه اللي خاضها الدكتور احمد هتعرف انه اللقاء هيكون ثري جدا وان شاء الله تتبسطوا منه. اخر وقفه بقى هي صالون المساء، والنهارده هيكون برضو وقفه من الوقفات اللي سعيده جدا بيها لانه هيكون عندنا النهارده الفنان القدير الاستاذ رشدي الشامي. استاذ رشدي رجل قدير الابداع، فنه يعني شديد الاحترام والوقار والخصوصيه، وايضا هو رجل قليل الحديث وقليل الظهور، اقنعناه انه يكون موجود معانا عشان ينورنا النهارده برحله انسانيه وثقافيه وفنيه ثريه ان شاء الله تسعدوا بيها حضراتكم. خلينا نروح معاكم بقى ليه فقراتنا النهاردة. نبدأ معاكم من الغرائب، والغرائب النهاردة أول ما نقول كده حاجة لطيفة جدا، بنروح معاكم في ثقافات الشعوب والطقوس الخاصة بالناس بيعملوا إيه في البلدان المختلفة، الناس من حوالينا عايشة إزاي. بعيدا عن التجارب العلمية والحاجات الكتير، الدنيا فيها غرائب البشر نفسه من نفس البشرية، فيها حاجات غريبة وأفكار الناس غريبة. مهرجان من المهرجانات اللطيفة جدا واللي يعني بدايته كانت غريبة وتفاصيل المهرجان غريبة حبينا نجيبها لحضراتكم، وهو مهرجان متعلق بالعراق بالماء. ناس بترش المية على بعض في مهرجان ضخم جدا، احتفال كبير جدا بيكون موجود فين؟ موجود في تايلاند. وتايلاند اتكلمت مع حضراتكم اكتر من وقفة قبل كده عن انه تايلاند ليها خصوصية في ثقافتها وفي سلوكيات الناس هناك، وعندهم مهرجانات غريبة جدا بيعملوا حاجات لطيفة جدا. هم طبعا معتمدين على السياحة بشكل كبير، وبالتالي كل حاجة بيقدروا يحولوها مع الوقت لقبلة سياحية ناس تروح لهم فيها فتتبسط وتستمتع. المهرجان ده مرتبط برأس السنة التايلاندية. رأس السنة التايلاندية بيبدأ من 13 أبريل إلى 16 أبريل بالنسبة لهم، وبيكون في منتصف هذا الشهر اللي بيكون هناك حر جدا، وبالتالي الطقس أو المهرجان بيتوافق مع رش المية بقى يعني طراوة كده بالنسبة له. طيب الموجود فين التفاصيل بتاعته؟ كتاب السياحة الأسيوية النمو والتغيير للباحثة جانيت كوكرين صدر سنة 2008. ده غلاف الكتاب، الناس اللي بتحب تشتري الكتب الإلكترونية هتلاقوه متاح، مش موجود منه نسخة باللغة العربية، لكن بالتأكيد لما تقروه يعني الناس اللي بتعمل الترجمة الإلكترونية دي أو ترجمة جوجل أو كده هيلاقي الموضوع بسيط بالنسبة له. طيب من الكتاب ده والبحث الإنساني الكبير اللي موجود جوه الكتاب ده، رأس السنة التايلاندية اللي بيبدأ من 13 أبريل ويخلص صبيحة 16 أبريل بيحصل فيه إيه؟ الموضوع بدأ إزاي بالنسبة لهم؟ مهرجان بيبدأ بيوم اسمه سونكران ده اليوم ده بيحصل فيه استعداد لرأس السنة اللي بيكون من ليلة 14 لصبيحة 16 اللي هو يوم 15 ليلة رأس السنة التايلاندية. بيعملوا ايه بقى؟ بدأت الفكرة انه كان من فترات طويلة جدا في تاريخ تايلاند السكان المحليين هناك كانوا عندهم طبعا بوذا معبود مقدس وكيان مقدس بالنسبة لهم، فكانوا بيروحوا يغسلوا تمثال بوذا الضخمة والتماثيل الكبرى اللي متعلقة ببوذا بيغسلوها، والمية اللي بتنزل من التمثال ده بياخدوها يعبوها ويبدأوا يعتبروها هي مية البركة المقدسة
في ثقافتهم وفي معتقداتهم الدينية، ويبدأوا يتباركوا بيها كلهم عشان يمسحوا خطايا العام اللي كانوا فيه ويقبلوا على عام جديد بالمية المباركة اللي نزلت من التمثال الخاص ببوزة اللي غسلوه. فطبعا كل اللي عنده حاجة متعلقة ببوزة كان بيبدأ يغسلها وياخد المية بتاعتها وتبقى المية المباركة. بدأت الفكرة بالشكل ده لحد ما تطورت لحد ما وصلوا لمرحلة انه بقى المهرجان بالنسبة لهم او الاحتفال بالنسبة لهم هو احتفال بالماء بشكل عام. اول يوم، يوم 13 ده، بيبدأوا يعملوا مجموعة من اللي هو سون كران، بيبدأوا يعملوا مجموعة من الانشطة المتعلقة بالطقوس الخاصة بان هم يروحوا المعابد يغسلوا تماثيل بوذا اللي موجودة فيها، تماثيل بوذا اللي منتشرة في الشوارع يبدأوا يغسلوها، ياخدوا المية المباركة بتاعتها، يروحوا بقى للرهبان رجال المعتقد الديني بتاعهم ويبدأوا يباركوا لهم المية دي ويحطوا منها على جسمهم وفي ايديهم، باركوا الأطفال ويتباركوا بيها واللي يعني يغتسل بيها وحاجات بالشكل ده. فتبقى بالنسبة لهم زي ما حضراتكم شايفين كده يعني مياه مقدسة وحاجات مقدسة بيعملوها، يبدأوا يمسحوا في ايد الأطفال وحاجات كده يتخلصوا من الأثام والذنوب. تاني يوم يبدأ يعملوا لحضراتكم شايفينه ده، واللي ناس كتير جدا بتحجز عشان تسافر في اليوم ده عشان تعيش حالة، هاتولنا صور الرش المية دي، الحالة اللي هي ايه بقى، مسدسات المية ويملوا مية ويرشوا مية على بعض وحاجات بالشكل ده. فتبدأ كل الناس تنزل تلبس حاجات كده عادية يعني مش مستغنين عنها شوية، لان الموضوع بيقلب من المية كمان لرش الالوان او الطلاء. فيبدأوا يحطوا زي طلاء او بوية زي ما بنقول كده جوه مسدسات ويملوا مية وحاجات كده ويرشوا على بعض ويلونوا وش بعض، وبيبقى يوم لطيف جدا، كل الناس بتقعد ترش مية والوان على بعض، بتبقى حاجة جميلة جدا. بينتهي اليوم بعد حالة المية الكتير اللي بتبقى في تايلاند كلها، جميع أنحاء تايلاند، والسائحين بيتبسطوا والناس بتتبسط والتقاط صور وحاجات زي كده. في اليوم ده بقى إيه اللي بيبقى الأكثر رواجاً؟ زي ما حضراتكم شايفين ممكن يملأ جرد المية ويرش على الناس وهي معدية، جو لطيف يعني. أكتر حاجة بتبقى منتشرة هي زجاجات المياه اللي موجودة، بيبيعوا جراد المية من البحر بيملوها يجهزوها في أماكن قريبة من ميادين الاحتفال، الحاجات اللي زي اللي حضراتكم شايفينها، مسدسات المية بقى بتتباع بشكل كبير جدا، في مصانع كتير بتصنع لليوم ده، يعني بتبقى حفلة مية كلها حاجة لطيفة جدا، بيقعدوا يعملوا فيها هيصة كده جامدة لحد نهاية اليوم. نهاية اليوم بقى بيعملوا إيه؟ بيبدأوا يستعدوا بقى لليوم المبارك أو المقدس، بيروحوا بقى المعابد، بيروحوا يعملوا حاجة لطيفة كمان جدا، بعد ما يخلصوا البركة بتاعة المعابد يبدأوا يروحوا بقى للوالدين الأب والأم، يعملوا إيه؟ الولاد والبنات الشباب والأسر تنقع ورد وياسمين وفل وحاجات كتير كده زهور ونباتات لطيفة، وتاخد المية بتاعتهم وتروح تغسل رجلين الأم والأب عشان ياخدوا البركة منهم. فبيغسلوا رجليهم بمية الورد ومية الفل ومية الياسمين، فيبدأ الولد أو البنت أو الطفل أو يروح للجدة أو الأم ويغسل لها رجلها وهي تبارك له دماغه كده وهو قاعد، فيبقى خد منها البركة وتقرب للأب والأم في طقس إنساني لطيف جدا، ويعني بيرفع من معنويات الأب والأم بشكل كبير، وبدأوا بقى يدعوا لهم ويدوم البركات بتاعتهم وكده. ينتهي التواصل مع الأهل والأقارب ويبدأوا يخلصوا زيارات بتاعتهم. تاني يوم بيعملوا أطعمة وأكل جميل ويطلعوا يوزعوه كنوع من التبرعات والصدقات على الفقراء، وقدام المعابد يحطوه ويقدموا قرابين معينة لتماثيل بوذا وفي المعابد، ويوزعوا فلوس وحاجات كده بسيطة كل اللي يقدر حاجة يعملها، فبيكون نوع من التعامل الخيري. طبعا بيعملوا برضو بيروحوا يجيبوا رمل ويعملوا قلاع من الرمل وأشكال حلوة، يحطوا أعلام ملونة، حاجة لطيفة جدا. بيبقوا 3 أو 4 أيام من 13 أبريل إلى صبيحة 16 أبريل، تبقى أيام جميلة جدا هناك، في ناس كتير بتحجز وتسافر في الأيام دي عشان تعيش اللحظات دي في رأس السنة التايلاندية. حاجة لطيفة جدا، طقس مهم جدا بالنسبة لهم، وبيأتي من تقديس بوذا ومن تقديس يعني معتقد الديني بتاعهم طبعا وثقافتهم الخاصة ببوذا، فهم جايبين الموضوع من الفكرة دي، بيغسلوا تماثيل بوذا، صور بوذا، كل حاجة متعلقة ببوذا، ويتباركوا بالمية بتاعتها، ويبدأوا سنة جديدة بالنسبة لهم بتبقى مليانة خير، ونسيوا بقى فيها الشرور والآثام والآلام اللي متعلقة بالسنة اللي فاتت. دي قصة كده لطيفة وحاجة لطيفة موجودة، معتقدات الناس وثقافتهم وأفكارهم حبينا نجيبها لحضراتكم، موجودة بشكل دقيق وموثق في كتاب السياحة الأسيوية النمو والتغيير للباحثة والكاتبة جانيت كوكرين، صدر سنة 2008، متاح على الإنترنت.
حكاياتنا النهارده بقى نروح مع حضراتكم لحاجه علميه وبرضو فيها شويه شراسه كده ويعني وغموض وتربص وفيها حاجات كتير. بنروح معاكم دايما في الكائنات الحيه حوالينا، بننزل في بطن الارض، بنطلع الفضاء، يعني بنحاول ان احنا نكون شاملين في الحلقه حاجات كتير. موضوع مثير جدا حبينا نجيب لحضراتكم الحقائق العلميه المتعلقه به وهو التماسيح. شفنا افلام كتير عن التماسيح وشفنا حاجات كتير، يعني ثقافتنا حتى من اطفال لحد ما كبرنا متعلقه بالتمساح، وفي بقى المثل الشائع دموع التماسيح. يا ترى ليه دموع التماسيح؟ حاجات كتير وحقائق كثيره هتلفت نظر حضراتكم جدا من غرابتها ومن انها شيء يعني مش متوقع بالنسبه لنا عن حقيقه هذا الكائن العملاق الضخم التمساح. جايبين لحضراتكم قصه ولكن فيها ابعاد علميه كثيره جدا عن التماسيح. في العلوم هو أكبر زاحف على الأرض، وفي المياه هو صاحب أقوى فك مفترس، وبين الكائنات الحية يتداخل هدوءه مع شراسة هجومه، إنه التمساح. فالتمساح بأنواعه المختلفة البالغة 23 نوعاً تم توصيفه بأنه حيوان برمائي يعيش في أغلب قارات العالم، وتتميز بعض أنواعه بضخامتها، حيث يتجاوز وزن تمساح المياه المالحة الطن ويصل طوله إلى أكثر من 6 أمتار بحسب ما أورده كتاب متشابه لكن مختلف في مملكة الحيوان للكاتبة مارتينا نيكوليز، التي أشارت أيضا إلى وجود ما يسمى بالتمساح القزم الذي يبلغ طوله 1.70 متر بوزن 7 كيلوغرامات. ارتبطت التماسيح في الموروثات الشعبية بصفة الخديعة، فشراسة هذا الزاحف ليست الأشهر، ولكن دموع التماسيح هي البطلة. فمن الناحية العلمية فإن التماسيح لا تبكي فعليا، بل تفرز دموعا من غددها الدمعية الموجودة خلف جفنها الثالث المسمى بالغشاء المتداخل، تعمل على تنظيف العين وتليينها وتقليل البكتيريا الموجودة فيها، نظرا لبقاء التماسيح فترات طويلة في المياه فتحسبه يبكي وهو يستعد. تنتمي التماسيح إلى فصيلة الدم البارد، أي لا يمكنها توليد الحرارة الخاصة بها خلال الأشهر الباردة أو الجافة، وهو ما يدفع بعض أنواعها إلى الدخول في حالة سبات وسكون طويلة، كما إنها كائنات لا تستطيع التعرق، ما يدفعها إلى فتح أفواهها للحفاظ على برودة أجسامها في عملية تشبه إلى حد كبير اللهاث. وتمثل عضلات الفك لدى التماسيح قوة جبارة عند الغلق، وقد تصل قوة ضغطها إلى 22,000 نيوتن، وفي بعض التجارب المثبتة بلغت عضة التمساح المياه المالحة قوة 260 كيلوغراما، كما أنها تتميز بحاسة سمع جيدة جدا قد تمكنها من سماع أصوات صغارها داخل البيض وهي تسبح سريعا في الماء. فقد تصل السرعة بعض أنواع التماسيح إلى 32 كيلومتر في الساعة، بعكس سرعتها على البر التي تقل إلى النصف، إضافة إلى إمكانية حبس أنفاسها تحت الماء مدة تصل إلى الساعة. أما التغذية فالتمساح فور الإمساك بالفريسة يضغط عليها بفكيه لسحقها، ثم يبتلعها بالكامل لعدم امتلاكه القدرة على المضغ أو تقطيع الفرائس. وللمساعدة على عملية الهضم تبتلع التماسيح أحجارا صغيرة تعمل على طحن الطعام داخل المعدة. ورغم قوة التماسيح وشراستها فإنها تتعرض لعمليات صيد مستمرة بغرض الاستفادة من جلودها، وأيضا في ظل ندرة الفرائس المحيطة بها فقد أصبحت بعض أنواع التماسيح مهددة بالانقراض رغم ما تمتلكوه من كل مقومات القوة، فالبقاء ليس دائما للأقوى وإن كان تمساحا. إلى صورة المساء وروح معاكم حتة سياسة حديثة كده، حاجة لطيفة من الصور اللي أثارت ضجة كبيرة جدا. هذه الصورة طبعا في النرويج، التقطت في أكتوبر 2016، التقطها المصور البرلماني النرويجي توم براتلي،
وده كان مصور في جريدة كلاسي كامبين، وطبعا واحدة من الصور اللي أثارت يعني لغط سياسي أو أثارت ضجة سياسية ولفتت النظر جدا. الصورة عبارة عن إيه؟ الصورة لها قصة كمان لطيفة جدا. رئيسة وزراء النرويج في هذا التوقيت السيدة إيرنا سولبرغ كانت موجودة في جلسة من الجلسات المهمة في البرلمان، وفي أثناء هذه الجلسة وهي سيدة لطيفة جدا وودودة وكانت محبوبة في هذا التوقيت، صعدت رئيسة الحزب المعارض إلى المنصة لإلقاء كلمة. فلما صعدت لإلقاء كلمة هذه السيدة كان اسمها تيرين سكاي جريندي، جريندي لما صعدت إلى المنصة لإلقاء الكلمة بدأت السيدة رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ تعمل إيه؟ طلعت تليفونها، وفي التوقيت ده كانت لعبة البوكيمون قلب الدنيا ساعتها، الناس كانت مشغولة بيها جدا لسه طالع حديث، وقعدت تلعب البوكيمون ومخبية تليفونها تحت كده إيه، وقعدت تلعب بوكيمون وما سمعتش الكلمة اللي ألقتها زعيمة الحزب المعارض. طبعا الصحافة موجودة في هذا التوقيت، تسلل المصور من وراها والتقط لرئيسة الوزراء صورة أثناء إلقاء الكلمة وهي بتلعب بوكيمون على التليفون. طبعا القصة مش بس في إنها بتلعب بوكيمون على التليفون في جلسة من الجلسات المهمة في البرلمان، لكن إن كمان زعيمة الحزب أو زعيمة المعارضة بتتكلم وانت قاعدة رئيسة الحكومة بتلعبي بوكيمون في التليفون، فالموضوع كان غريب جدا. أشوف مع حضراتكم الصورة وهقول لكم باقي القصة، لأن باقي القصة أغرب برضو. دي صورة رئيسة الوزراء هي قاعدة وفي البرلمان موجودة، طبعا احنا مكبرين الصورة عشان تشوفوا حضراتكم، دي من ظهرها وهي ماسكة التليفون بتاعها وفتحاه ومنزلة ايديها مدارية التليفون، والكلام ده طبعا سنة 2016 في اكتوبر جلسة البرلمان النرويجي، كانت واحدة من الجلسات المهمة جدا سياسيا هناك، وقاعدة بتلعب بوكيمون في التليفون. طبعا الصورة واضحة جدا اكتر على الانترنت، الناس اللي هتعمل بحث عن الموضوع هيلاقي القصة واضحة اكتر. طيب لما ظهرت الصورة الملفتة دي جدا للنظر للأضواء، وطبعا تصدرت عناوين الصحافة السياسية وخدت يعني منشط صحف كان بيتكلم عنها بشكل كبير، انه الحكومة بتلعب البوكيمون، طبعا مش رئيسة الحكومة تلعب البوكيمون في البرلمان، فالموضوع بقى ملفت جدا. حصل ايه من السيدة رئيسة المعارضة السيدة جراندي؟ السيدة جراندي راحت مطلعة بيان او كتبت كده بشكل لطيف انها مش منزعجة من ان رئيسة الحكومة السيدة إيرنا سولبرغ كانت بتلعب بوكيمون في البرلمان واثناء الكلمة بتاعتها، وقالت على فكرة السيدات يستطعن ان يمارسن اكثر من عمل في نفس اللحظة على عكس الرجال اللي ما عندهمش القدرة ان هم يركزوا في عملين بشكل محدد. يعني هي قالت شيء من هذا القبيل وتضمنت مع رئيسة الحكومة في انها كانت بتلعب بوكيمون اثناء القاء الكلمة، فالموضوع بقى ملفت وغريب جدا، ازاي رئيسة الحزب المعارض متضامنة مع رئيسة الحكومة وهي بتلعب بوكيمون في البرلمان وهي بتلقي الكلمة، فالموضوع غريب. بدأوا يفتشوا ويدوروا وراء السيدة جراندي، اكتشفوا ان رئيسة المعارضة كانت في اجتماع من اجتماعات الامن القومي وهي موجودة، او زعيمة المعارضة وهي موجودة في الاجتماع ده، اجتماع مهم جدا واجتماع أمن قومي، طلعت تليفونها قبل الصورة دي بشهرين وقعدت تلعب بوكيمون هي كمان داخل هذا الاجتماع، فاللجنة اللي كانت موجودة خدوا بالهم انها بتلعب بوكيمون، وحصل مشادة ومشكلة انها مش مقدرة حجم الاجتماع، فدفعت عن نفسها وقالت انه ان الستات بتقدر تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت، وبالتالي انتم ممكن تكونوا يعني انا سامعاكم ومركزه معاكم، بس انا فضولي خدني ان انا اكمل دور البوكيمون اللي كنت فاتحاه. طبعا لما نعكشوا خرجت القصه للنور، فبقت المعارضه والحكومه بيلعبوا بوكيمون اثناء الاجتماعات المهمه في الدوله، والموضوع كان فضيحه كبيره جدا في هذا التوقيت للسيده إيرنا سولبرغ والسيده تيرين سكاي جراندي. دي الصوره اللي حبينا نجيبها لحضراتكم وحكايتها من كواليس السياسه في العالم. وهذه الوقفة قبل الأخير عشان ننتقل إلى ضيوفنا الكرام، نروح معاكم لحكايات من التاريخ العربي. واحد من أهم يعني نقدر نقول إيه، أنه أهجى بيت شعر في التاريخ العربي حتى الآن تقريبا يعني. طيب قصة هذا البيت إيه، أو ليه بيت الشعر ده كان الهجاء فيه صارخ بهذا الشكل؟ لأنه استطاع أن يحط من قدر قبيلة كاملة. طيب قصة البيت إيه وبيت الشعر إيه؟
بيت الشعر بنتكلم عن قبيلة أو بنتكلم عن بني نمير. بني نمير بنتكلم عندنا ثلاث أفرع كده ببساطة من عامر ابن صعصعة، كلاب وكعب ونمير. التلاتة دول المفترض ان هما في نفس المرتبة، والكلام اللي بتكلم مع حضراتكم عنه ده يعني ابان الفترة بتاعة جرير والفرزدق، وكنا اتكلمنا مع حضراتكم عن شعر النقائد وعن اطول مطارحة شعرية في التاريخ كانت تقريبا وصلت 40 سنة، وذكرنا مع حضراتكم القصة قبل كده فمش عايزة اسهب فيها. طيب القصة انه جرير والفرزدق كان بينهم هذا ما يسمى بالتراشق الشعري، او ده يهجو ده وده ينتقد ده وده يعني يفخر على ده، كل واحد كان بيبدع باقصى ما عنده من ابداع ادبي ولغوي، لدرجه انه وصلت الامور انه كان بيذكر ايهما اشعر من من، هل جرير اشعر من الفرزدق ام الفرزدق اشعر من جرير، وده كان له ناس بيناصروه وده كان له ناس بيناصروه. لكن الموضوع كان شائك جدا، لانه من اسوأ الاشياء انك تدخل في يعني مطارحة بهذا الشكل أو في يعني صراع أو عراك شعري بهذا الحجم. بنتكلم عن فحول الشعراء العرب، بنتكلم على شعراء الطبقة الأولى، بنتكلم جرير والفرزدق يعني حاجة فخمة جدا وشديدة الرقي والبلاغة والفصاحة، فالموضوع صعب. دخل على الخط الراعي النميري. الاثنين جرير والفرزدق، ونركز مع بعض في الموضوع، يرجعوا إلى تميم. والراعي النميري بنتكلم عن زي ما قلت لحضراتكم كعب ونمير و كلاب، التلاتة دول ليه عامر ابن صعصعة. طيب حصل ايه؟ الراعي النميري عشان في ناس كتير بتؤكد انه شخصية فلان ابن جندل، شخصية كذا، اختلف نوعا ما بشكل او باخر في حقيقة الراعي النميري، لكن الاكيد انه كان لقبه او شهرته الراعي النميري لانه كان رجل برضو ممكن نعده من يعني من فحول الشعراء العرب، وانه كان شديد التغزل في الابل وشديد الفخر بالابل اللي كانت موجودة عنده فاطلق عليه الراعي النميري، وهو كان رجل يعني شاعر من الشعراء اللي هم يعني إيه الطبقات العليا، ولكنه يأتي بعد جرير والفرزدق والأخطل وهذه المجموعة العظيمة طبعا من شعراء العرب. الراعي النميري لما لقى الموضوع احتدم بين جرير والفرزدق، فبدأ لما حد يسأله أيهما أشعر فكان ينصر الفرزدق على جرير، فيقول الفرزدق أشعرهما، الفرزدق أكرمهما، فكان بيرفع من مقام الفرزدق شعريا على مقام جرير. وهنا نتذكر شيء آخر، وهو أنه الراعي النميري كان مقدم في بني نمير وكان مقدم في قومه، لدرجة أنه قيل أنه أرسل إلى عبد الملك ابن مروان في هذا التوقيت أو في مرحلة سابقة كرجل يتحدث باسم بني نمير، فكان مقدم في قومه وكان يعني عظيم الشأن في قومه. طيب وصل هذا الرجل أنه تدخل بين جرير والفرزدق، فذهب إليه جرير كما تحكي أغلب الكتب اللي استندت إلى مصادر دقيقة جدا، ودي يعني أقرب المعلومات للدقة وأكثرها صدقا بعيدا عن هذا الكم من الترهات والحكايات المنتشرة عن الموضوع. ذهب إليه جرير وطلب منه ألا يتدخل بينه وبين الفرزدق، قال له إحنا أبناء عمومة، أنا تميم وهو تميم، فأنت ما تتدخلش بينا وخليك بعيد، وإن سئلت فقول يعني هما الاثنين أكرم من بعض وهما الاثنين أشعر من بعض أو شيء من هذا القبيل، يعني كلاهما شاعر عظيم أو شاعر كريم. ولكن في هذا الموقف كان موجود ابن الراعي النميري، ويبدو أنه بشكل أو بآخر تطاول على جرير، وحدث موقف ما أزعج جرير لدرجة أنه جرير قرر أن ينتقم ليس فقط من الراعي النميري ولكن من بني نمير، كل بني نمير ومن تاريخ بني نمير ومن قدر بني نمير. وكان شيء غريب جدا أنه أخذ الموضوع على عاتقه وأخذه في رأسه وذهب وجلس طوال الليل. قيل أنه أنشد قصيدة أو يعني غزل قصيدة بتسمى الدامغة، سميت الدامغة لأنها يعني كانت دمغت بني نمير ودمغت الراعي النميري. جلس طوال الليل جرير يعد هذه القصيدة أو هذا الشعر، وذهب في اليوم التالي إلى المربد، وتكلمنا عن المربد قبل كده وقلنا أنه كان ملتقى الشعراء العرب، وكان أشهر من كان في المربد الفرزدق وجرير، وكانت مطارحتهم الشعرية على مدار سنوات طويلة موجودة في المربد في العراق. ذهب إلى المربد في اليوم التالي ودعا كل الشعراء وكل يعني زوار المربد اللي كانوا موجودين، وأنشد قصيدة كانت يعني قصيدة من القصائد اللي هي فيها يعني
يعني الكثير من الإيلام للراعي النميري ولبني نمير، لكنه في النهاية ختمها أو كان فيها بيت من شدة قسوة هذا البيت ومن شدة يعني أنه هذا البيت لاذع لهذه الدرجة وشديد الهجاء، انتشر البيت بشكل كبير جدا بين العرب لدرجة أنه وصل أنه بني نمير كانوا أو كان الرجل من بني نمير يرفض أن يقول أو يأبى أن يصف نفسه بأنه من بني نمير بسبب أو نمير بسبب أنه هذا البيت حتى من قدر بني نمير كلهم. البيت كان بيقول إيه؟ طبعا بدأ الأول هو جرير، وجرير طبعا بنتكلم عن واحد من البلاغة بمكان أنه يعني لابد أن يفخر بنفسه ثم يفخر بقومه ثم يحط من قدر من يهجو. طبعا اتكلم في البداية وقال أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابة، يعني أنا ربنا خلاني عندي ملكة أني أقول شعر ينزل على رقاب الشعراء كالصاعقة. أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابة. وبعدين بيروح إذا غضبت عليك بنو تميم، بنو تميم اللي هم أهله، إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة، يعني لو بنو تميم اللي هم عيلتي ونسبي وأهلي غضبوا عليك أنت هتفتكر الناس كلها غضبان عليك من رفعة بني تميم ومن كثرة وغلبة بني تميم. وبعد كده بيروح بقى لإيه؟ لنمير، بيقول فلا صلى الإله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابة. طبعا واضحة ومفهومة، لا صلى الإله على نمير ولا سقيت قبورهم السحابة. وبيروح بعد كده ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما بلغت ذبابة فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة. طبعا ده بيت الشعر قدام حضراتكم أهو، غض الطرف فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة. بيت شعر في منتهى الإذلال في هذا الوقت إلى نمير، لدرجة أنه في جلسة من الجلسات عبد الملك بن مروان سأل مجموعة من الشعراء اللي كانوا موجودين عن يعني أهجى ما قيل في العرب أو في تاريخ العرب، فقالوا البيت الذي قاله جرير في الراعي النميري فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة، يعني أنت بتقول إيه؟ أنت من نمير لا وصلت لمقام كعب ولا وصلت لمقام كلاب، أنت من نمير تقطئ الرأس وغض الطرف، ويعني شيء نوع من الإذلال للقبيلة كلها ولنمير كل نمير. طيب انتهى الموضوع على كده، لم يتوقف هذا الأمر عند هذا الحال، ولكن انتشر بيت الشعر بشكل كبير جدا حتى أن العرب في كل مكان كانوا بيرددوا بيت الشعر عن نمير. وزي ما قلت لحضراتكم أنه وصل أن الناس بقت يعني مش تنفي نسبها ولكن بتداري نسبها لنمير وترفع نسبها إلى عامر ابن صعصعة عشان ما يقولش أنه من نمير، أو الناس تبدأ تقوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابة، يعني مقامك في نمير أو مقام نمير قبيلة نمير مقام قليل ولابد أن تطأطئ الرأس في هذا المقام. انتشر بيت الشعر بشكل كبير جدا، ولدرجة أنه الراعي النميري لما كان بينتقل من مكان إلى آخر أو بيرتحل من مكان إلى آخر كانت العرب وقبيلة نمير بتستقبله بأنه مصدر شؤم ومصدر عار عليهم، بعد أن كان طبعا صاحب رفعة ومقام في قومه أصبح يعني سب في جبين قومه، وبدأوا يستقبلوه بأنهم يقولوا له قبحك الله وقبح ما جئت به، وكانت سبة كبيرة جدا. انتهى عندها تاريخ الراعي النميري، فلم يذكر للراعي النميري لا شعر ولا أي شيء أكثر من أنه كان الرجل الذي تسبب في أن هجى جرير نمير كل نمير، وأصبح بسببه نمير من يعني من هذه الحالة من الرفعة والتباهي أصبحوا يطأطئون الرأس في هذا التوقيت بسبب الشعر الذي قاله فيه جرير وفي نمير. دي قصة حبيت أجيبها لحضراتكم، إن شاء الله أكون ما قصرتش في طرحها، يعني أنا بحاول ألتقط الكلمات كده مع حضراتكم. وخلينا نروح مع حضراتكم في ختام هذه الوقفة إلى أغنية المساء. أغنية النهاردة بقى حاجة لطيفة جدا، نسيبكم مع الست أم كلثوم. ناس كتير ما تعرفش الأغنية دي، الأغنية اسمها الآهات، قالت فيها السيدة أم كلثوم مجموعة من الآهات كثيرة جدا لدرجة أنه الأغنية اتسمت بالآهات. الأغنية كانت رفضاها السيدة أم كلثوم في البداية، لكن من كم الشعور والجمال اللي قالته الست وهي بتغنيها والآه اللي بتطلع من القلب الحلوة، الناس سقفت لمدة 10 دقائق واستغربت جدا السيدة أم كلثوم. كانت رفضة تغنيها، أقنعها بيها الشيخ زكريا أحمد هو اللي ملحنها، وكانت من كلمات بيرم التونسي. سيب حضراتكم مع كلماتها، طبعا غنتها تقريبا في نهايات الأربعينيات
الأربعينيات وبدايات الخمسينيات، ولكن مش مؤكد بالضبط تاريخ الحفلة الأولى اللي تغنت فيها بهذه الأغنية. فيها مجموعة من الحاجات كده لطيفة أقول لحضراتكم وأسيبكم تسمعوها. من لقاك في أول يوم ونظرتك ليا بعينيك، خاصم عيوني ليلتها النوم وبتسأل روحي عليك. أحد أهم مصادر الطاقة في العصر الحديث وبديل جاء للعالم بمنزلة طوق نجاة خوفا من نضوب مصادر الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، إنها المفاعلات النووية. الحل الأمثل الذي لجأت إليه الدول لتعويض مشكلات الطاقة في العالم. لقيت الطاقة النووية ترحيبا واسعا مع تطور تقنيات المفاعلات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي، باعتبارها مصدرا لطاقة هائلة حتى باتت تستخدم في إنتاج الكهرباء. ومن بين المفاعلات النووية، أدت تلك المبردة بالماء دورا مهما في الصناعة النووية التجارية منذ بداياتها، وهي تمثل حالياً أكثر من 95% من جميع مفاعلات القوى المدنية العاملة في العالم. أما مفاعلات الطاقة النووية على وجه الشمول فتنقسم إلى نوعين. أولهما مفاعلات الماء الثقيل الذي تعد من أهم ركائز الصناعات النووية، حيث يؤدي دوراً مهماً في تبريد المفاعلات النووية وتنظيم سير التفاعلات الذرية بها. وثانيهما مفاعلات الماء الخفيف الذي يكون باستخدام الماء العادي سواء أكان من البحار أم من الأنهار، ويستخدم وسيطا ومبردا وإحدى الوسائل للتخلص من حرارة التفاعل المتسلسل وتحويلها إلى بخار يدير زعانف التوربينات لتوليد الكهرباء. فباتت المفاعلات النووية مصدرا للطاقة بدلا من صيتها الذي اشتهرت به بأنها مصدر للدمار النووي. من المفاعلات النووية إلى أشياء أخرى هنتكلم مع حضراتكم في تفاصيل هي معقدة صعبة، ولكن مع ضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة عالم جليل ومتخصص في الموضوع هنبسط الموضوع مع حضراتكم عشان يكون في فائدة عامة من هذه الفقرة. ودايما الحاجات العلمية اللي بنروح لها بنحاول نبسطها مع حضراتكم عشان يكون المشاهد عنده معلومة عن كل شيء. من المفاعلات النووية إلى نقاط أخرى، إلى خريطة انتشار، إلى استخدام سلمي، إلى تفاصيل أخرى، وبرضو ممكن نوصل من الموضوع للفضاء إزاي، هنعرف ده في هذه الفقرة مع حضراتكم. منورنا الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية بجامعة الحلوان وأستاذ ميكانيكا الموائع المغناطيسية. دكتور عماد منور الدنيا وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. خلينا نتكلم عن التخصص بتاع حضرتك في البداية دكتور عماد، وهياخدنا ده بقى لبحر واسع جدا في هذا العالم. لو اتكلمنا عن الموائع المغناطيسية، ما هي الموائع المغناطيسية ودورها وإحنا بنصل إلى نقطة المفاعلات النووية؟ هي الموائع عموما هو أي حاجة بتاخد شكل الإناء اللي هي تتحط فيه بنقول عليها ده مائع على طول. يعني بالظبط كده زي الميه زي الهواء، دي بنقول عليها اسمها موائع موجوده عندنا. فاحنا بنتعامل مع الموائع دي بنقول عليها بقى موائع مغناطيسيه. ايه برضو موائع مغناطيسيه؟ يعني موائع موصله للكهربيه. لما ناثر عليها باي مجالات مغناطيسيه تمام كده او مجالات كهربيه بتتاثر بيها، ده الموائع المغناطيسيه. زي ايه انواع الموائع المغناطيسيه؟ الميه الهواء، الميه المالحه اللي هي في البحر، الزيت، مواد الشحومات كلها، كل دي عبارة عن موائع موجودة عندنا بنتعامل معها. أي شيء موصل للكهرباء في صورة سائلة. شيء موصل للكهربية بنقول عليها اسمها موائع مغناطيسية. موائع لوحدها اللي هي غير موصلة للكهربية بنقول عليها اسمها موائع. أما موائع مغناطيسية هي الموصلة للكهربية اللي احنا بنتكلم عليها. تمام، انتقلنا بقى من الموائع المغناطيسية بشكلها العام وصولا إلى المفاعلات النووية. فيما تستخدم الموائع المغناطيسية داخل المفاعلات النووية، وفي شق مهم عايزين نروح له هو الخاص بالتبريد بعد ما حضرتك تطرح الموضوع. هو برضو نتكلم على إيه هو المفاعل. أوكي. المفاعل النووي ده هو طبعا مكان بيحصل فيه تفاعلات، والتفاعلات دي عالية جدا، درجات الحرارة بتاعتها عالية جدا. والهدف طبعا المفاعل ليها الاغراض السلميه وليها الاغراض الحربيه. لما نمسك الاغراض السلميه اللي احنا زي في مصر هنا، انا بستخدمه كمصدر للطاقه زي اللي بتعمل المفاعل اللي بيتعمل فيه الضبع حاليا او اللي كان معمول في انشاز.
فده مفاعل بيتعمل انا بستخدم بطلع منه استخدم منه الطاقه اللي هتطلع منه الطاقه الكهربيه. وده تقريبا لو جينا نتكلم كده على المفاعلات بدايتها اول مفاعل سنه 1942 زي ما كان معايا استاذ محمود بنشوف من شويه 1942 واتعمل في امريكا ده اول مفاعل. وبعد منها اتعمل مفاعل سنة 1954 ده كان في روسيا. وبعد كده المفاعل الثالث اللي هو الياباني اللي أنا كنت فاكره ده رقم واحد اللي هو 1966. وكلهم كانوا معمولين عشان نستخلص منهم طاقة عندنا. طيب فخلاص احنا عرفنا المفاعل ده عبارة عن زي أوضة كده بيتعمل فيها أو فيها تفاعلات كيميائية عالية جدا وبينتج عنها حرارة عالية جدا بقدر استخدمها في الطاقه. طب دور بقى ميكانيكا الموقع في كده ايه؟ المفاعل ده الجدار الاولاني بتاعه بقول عليه اسمه الفيرست وول اللي هو الجدار الاولاني. المفاعل ده بالمناسبه درجه الحراره الى درجات عاليه جدا، هل ممكن الدرجات الحراره العاليه دي تهد المكان؟ يعني الحراره العاليه دي توقعه؟ ممكن. طب ايه اللي نعمله؟ يبقى لابد من تبريد المكان. المفاعل ده من بره او لو اللي انا بقول عليه اسمه الفيرست وول الجدار الاولاني. وعشان كده اختيار دايما المكان اللي انا بعمل فيه المفاعل مهم جدا. طب ليه الضبعه؟ ليه مش مكان في ليه مش في القاهره؟ ليه مش في 6 اكتوبر؟ فبنختار مكان اقدر ابرد المفاعل عشان الانتشار بتاعه اللي جوه يبقى شغال على طول، التفاعلات تفضل شغاله على طول واقدر استخلص منها الطاقه اللي انا عايزها. ابرد المكان من الداخل بمعنى انه يكون قريب من مصدر من الخارج. الفيرست وول يعني لو قلنا المكان اللي احنا فيه ده والمفاعل هنا الانتشار ده جوه والتفاعلات دي جوه، طب الجدار بقى الخارجي اللي من بره ده ببرده من بره عشان ما ينصهرش يبقى المفاعل ده كله ولا كان في مفاعل موجود، فلازم مصدر ماء قريب. وخطوره جدا على فكره لو طلع اي راديشن منه اي اشعه منه او اي تفاعل طلع من المفاعل ده خطر جدا على صحه الانسان اللي بره. فلازم اعمل له تبريد كويس جدا ويبقى شغال. طيب ايه اللي احنا عملناه بقى في ميكانيكا الموائع؟ احنا عندنا في غاز الهيليوم لقيناه غاز اقدر ابرد بيه الجدار الفيرست وول ده بتاع المفاعل واستخدم الموجات الكهرومغناطيسيه او الالكتروماجنتيك فورس تمام كده ان انا اخليها تلف حول منه تقدر تبرده. واحسن غاز طلع يبرده هو فعلا غاز الهيليوم. ده كمفاعل والتبريد بتاعه المفاعل اللي عندي. تمام. دي الطبقه الاولى اللي بتكون موجوده وهي طبقه التبريد. صحيح. تمام. بعد كده الطبقات الاخرى بيتداخل فيها المواعي المغناطيسيه ولا الموضوع بيتوقف على التبريد فقط؟ لا احنا بنتوقف لحد التبريد بس، احنا يهمنا نبرده. يهمنا نبرد جسم المفاعل من بره. درجه الحراره اللي منخفضه من بره تحفظ السخونه جوه وما تاديش لكوارث بعد كده. عشان الجدار الاولاني ده ما يتهدش. انت عارفه حاجه، كان دايما لما يبقى في حد عايز يعمل سخان، السخان ده كنا بنحط السلك بتاعه ده في ايه لو تفتكر حضرتك كده، كان يقول احنا عندنا كده طوب حراري. الطوب ده طوب حراري يتحمل درجة الحرارة العالية. احنا عندنا في حاجات تحمل درجة الحرارة العالية زي السيراميك مثلا. اقدر ابني جسم المفاعل من بره ده بالسيراميك وبرده. كل ما برده خلاص انا حافظت على المفاعل ده ما يتهدش. طيب من النقطة دي بقى عايزة أروح مع حضرتك بقى للاستخدامات السلمية وأيضا الاستخدامات الحربية زي ما حضرتك تفضلت الخاصة بالمفاعلات النووية. هل دلوقتي الموضوع بقى إيه الأعلى فيه وإيه الأكثر انتشارا أو إيه النقاط اللي بقت الأكثر قوة في الاستخدامات السلمية على الأقل الخاصة بالمفاعلات النووية؟ هو أهم حاجة الاستخدامات السلمية لو اتكلمنا هنا في مصر الاستخدامات السلمية. إحنا عاملينه عشان الاستخدام السلمي. الاستخدامات الحربية اللي هو بيطلع منه القنبلة الذرية. بيطلع منه الماء الثقيل وبيبتدي يصنع القنبلة، وده زي ما كان موجود في إيران في الفترات اللي فاتت دي والمشاكل اللي كانت موجودة ما بين إيران والأمم المتحدة والحاجات دي كلها. لكن لو احنا عندنا هنا في مصر الاستخدام اللي احنا عايزين نعمله، احنا عايزين نستخدم المفاعل النووي ان احنا نطلع منه مصادر كهرباء. احنا عايزين نستخدمه في الكهرباء، في دي مصادر سلمية. طيب عايز اروح مع حضرتك بقى الى نقاط متعددة متعلقة بالمفاعلات النووية نفسها. مصادر الطاقة اللي بتطلع من المفاعلات النووية، الموضوع اولا التكلفة بتاعته، تكلفة عملاقة بالشكل اللي بيطرح ولا الناتج بتاعها بيخفف حجم هذه التكلفة؟ لا هو طبعا اول ما
يطلع منه المصدر الكهرباء اللي انا عايزها، لا خلاص. لكن هو مكلف، ده مشروع دوله، مشروع لدوله بتتبناه لفتره زمنيه كبيره، هو مكلف جدا طبعا، والانشطار اللي بيحصل والحاجات دي كلها لا مكلفه جدا. لكن طبعا انا بستخلص منه حاجه زي الكهرباء، حاجه مهمه جدا. ولو تفتكر حاجه كده، من كام سنه كان عندنا مشاكل في الكهرباء عاليه جدا، وده اللي خلانا ان احنا لجانا لما جه رئيس السيسي لجأ ان هو يدور ان هو يعمل المفاعل ده، كان حاجه مهمه جدا ان هو يعمل المفاعل النووي ده. وصلنا فيه فين؟ هل عند حضرتك معلومه يعني مستجدات الموضوع او اخر خطوات فيه؟ اللي انا عارف ان هم بادئين فيه، لكن هم ينتهوا وقت ما هم بقى الناس اللي بادئين هم اللي يقولوا احنا هننتهي امتى. ده طبعا بيخضع للقيادة السياسية الموجودة، وهي اللي شايفة اكتر من اي حد تاني. يعني اروح مع حضرتك من الشكل الخاص بالمفاعلات النووية، وخصوصا بنتكلم عن مصر، عايز الف بقى مع حضرتك دول العالم. اكثر دول العالم استفادة من المفاعلات النووية بحجمها او بشكلها السلمي، مين الدول اللي اعتمدت عليها ونجحت التجربة فيها؟ كل الدول اللي عملتها نجحت، عملت المفاعل استخدمته. أمريكا استخدمته، روسيا استخدمته، اليابان استخدمته، كل الدول اللي تعامل فيها مفاعلات نووية استخدمتها. والعراق جت فترة كانت على وشك إن هي تقدر تعمل حاجة مفيدة جدا من المفاعل، ولو تفتكر حاجة إن كان اتضرب المفاعل ده. إيران دلوقتي عاملة مفاعل، بس ماشية في طريق إن هي عايزة تستخدم المفاعل ده في الأغراض الحربية مش الأغراض السلمية. إنما إحنا برضو هدفنا ما زلنا إن إحنا بنقول على الأغراض السلمية عندنا، إن إحنا عايزين نستخدم فيه المفاعل بتاعنا إن شاء الله بإذن الله. المفاعلات النووية، وكنت كلمت مع حضرتك قبل الهوى عن وصولا إلى شق آخر متعلق بالفضاء وبالطقس، هل الموضوع بسهولة الانتقال من النقطة دي للنقطة دي بالنسبة لحضرتك فيما يتعلق بتخصصك؟ لا. ولا الموضوع شكل جامعي أكاديمي؟ لا، هو حاجة يعني هو التخصص بتاعي اللي هو الماجنيتو هيدرودينامكس، أو اللي احنا بنقول عليها اسمها أو اللي هي ترانسفير إن ماجنيتو هيدرودينامكس، اللي هو انتقال الحرارة في الموائع، ده التخصص بتاعي. لا، ليه حاجات كتيرة جدا. الحاجات اللي هي كتيرة جدا، مثلا لو جينا في الموائع ده، احنا لسه عرفناه من شوية ان قلنا اي شكل بياخد الاناء اللي انا بحطه فيه ده بقول عليه اسمه مائع، تمام؟ فنيجي الموائع تطبيقاتها بقى. ليه الطيارة شكلها عامل كده؟ ليه العربية اللي انا بشوفها شكلها عامل كده؟ ليه السفينة اللي ماشية في الماء شكلها عامل كده؟ ليه بتاخد الاشكال دي؟ دي بنقول عليها اسمها الباوندري لاير، او الطبقة الجدارية اللي هي بتخلي وهو الطيارة ماشية تتعرض لأقل مقاومة من الهواء وهي ماشية. على فكرة لو حضرتك راكبة العربية بتاع حضرتك، لو طلعتي بس ذراعك كده بره هتحسي تحسي بالهواء بيرجع. طب ليه العربية بتعمل بالشكل الأمثل ليها؟ الشكل الأمثل إن أنا بخليها تتعرض لأقل مقاومة وهي ماشية. فده عبارة عن اسمها دراسة عندنا اسمها الباوندري، بدرس الطبقة اللي هي القريبة جدا أو اللي هي على سطح الشكل اللي أنا بتعامل معاه. ده عبارة عن موائع. برضو الأفران اللي احنا بنعملها، انت عارف حاجة لازم بعمل فرن، الفرن ده ما بيتعرض فيه درجة حرارة عالية جدا. طب ليه الطبقة بتاعت الفرن ده ما بتسحش أو بتنهار؟ برضو دي عبارة عن طبقة اسمها الباوندري بتعامل معها، ان انا اخليها يبقى الجسم ده سخن، كل حوالي منه سخن، لكن الطبقة بتاعت الفرن ده نفسه لا، تبقى اقدر تتحمل بها درجة حرارة موجودة عندي. فده كله عبارة عن تطبيقات عندنا. صناعة الورق كلها بتخضع للباوندري لاير، كل الحاجات دي عندنا بتخضع للباوندري لاير عندنا. فده عبارة عن موائع برضو. نرجع بقى للسؤال التاني، حاجة بتقولي طب والفضاء؟ اللي دخلنا للفضاء؟ الفضاء ده بقى عشان انا عميد كليه العلوم جامعه حلوان. بالظبط كده. فده احنا عملنا اتفاقيه مع وكاله الفضاء المصريه لانشاء قمر صناعي تعليمي. ده اللي احنا الاتفاقيه اللي احنا عاملينها. بسرعه جدا كده لو اتكلمت على مركز الفضاء اللي عندنا، ده اتعمل سنه 2008، اتعمل فيه كليه العلوم جامعه حلوان. المركز طبعا انت عارف حضرتك الفضاء ده كله هو ايه؟ بتنبأ بكل ما يحيط بيها في الفضاء. طب التنبؤات اللي عندي في الفضاء ده ايه؟ سواء بقى انفجارات كهرومغناطيسيه، اي حاجه في الشمس موجوده عندي، شده اشعه الشمس، الرياح، الامطار، البتاع ده، الضغط اللي انا بتعرض ليه، الرطوبه اللي موجوده، كل دي حاجات موجوده. فمركز مركز طقس الفضاء اللي عندنا هو معمول للتنبؤات دي كلها. وبرضه من مهام المركز ان هو ينشر البحث العلمي للفضاء، لعلوم الفضاء كلها.
وعندنا في قلب كلية العلوم في قسم معمول اللي هو قسم علوم الفضاء اللي هو الطالب بيدخله عشان يدرس فيه علوم الفضاء. المركز ده أنشأناه سنة 2008 وكان اتعمل مؤتمر كان كويس جدا سنة 2010 في المركز ده، ساهمت فيه وكالة الفضاء بتاعت ناسا الأمريكية وجاسكو اليابانية، وساهم فيه فرنسا ولحد علمي وألمانيا وبعض الدول الأوروبية وكمان بعض الدول العربية، وكان مؤتمر كويس جدا. والمؤتمر ده منتجه كان ايه نهائي؟ هو كان معمول مؤتمر على نشر الوعي والثقافة لعلوم الطقس والفضاء، وأشادت وكالة ناسا بفعلا بالمركز اللي هو موجود في كلية العلوم جامعة حلوان، أشادت بيه على صدر صفحاتها الرئيسية بهذا المركز اللي موجود عندنا. انتهينا إلى إيه في هذا المركز؟ انتهينا المركز، وطبعا المركز ده شغال لأنه مركز تعليمي في الأول، الطالب بيدخله بيتعرف على الحاجات اللي موجودة فيه وإزاي بتنبأ بالظواهر الطبيعية اللي هتحصل والحاجات دي كلها. إنما الجديد اللي عندنا الاتفاقية اللي احنا عملناها مع وكالة الفضاء المصرية. برضه أنا أقول لحضرتك على حاجة، ليه الفترة الحالية دي لجأنا للأقمار الصناعية؟ تعرف حاجة، بعد ثورة 2010 كانت الحدود بتاعتنا كلها سواء من ناحية، أنت عارف احنا برضو منطقة ملتهبة، هنا مصر دي بلد تعتبر في منطقة ملتهبة، إسرائيل جنب مننا، السودان من ناحية تانية، ليبيا من ناحية التالتة، فمنطقة ملتهبة لأسباب أمنية أو طبعا متعلقة بالأمن طبعا القومي. وده بصراحة من الحاجات اللي عملها الرئيس السيسي، إن هو كان لازم يعرف الحدود اللي حصل حول منا إيه. فابتدينا فعلا، والوكالة دي بالمناسبة هي أعتقد إن هي طبعا رئيس الجمهورية مباشرة، فكان لابد من ان انا ادي فرصه للاقمار الصناعيه انها تشوف الحدود اللي بره، الناس اللي بتتسلل اللي بتضرب كل يوم في مكان وبتمشي، واخد بال حضرتك ازاي؟ ده هدف، ده حاجه من ضمن اهداف الاقمار الصناعيه، لا في حاجات تانية. طيب انا بس قبل النقطه دي انا اسفه عايزه استفيد من وجود حضرتك، قمر صناعي تعليمي يعني ايه؟ هو بعمل قمر صناعي قدام الطالب كده يتعرف عليه وهو موجود على الارض، مكوناته بيتكون ازاي، يعني مش معدل الاطلاق؟ لا خالص، مش معدل اطلاق خالص، وده على فكره سؤال كويس جدا، ان هو فعلا مش معدل اطلاق، لكن انا بعرف وبشغله بالمناسبه، بشغله على الارض، ببص منه الحاجات اللي انا عايزها سواء لحاجات تعليميه، عايز اشوف حاجه معينه، عايز اشوف مكان معين، عايز اصور حاجه معينه، عايز اصور الحته الحاجات دي كلها. ازاي بشغله من الارض؟ هو مش المفروض اليه التشغيل بتاعته بتبقى من نقطه ما في الفضاء فيقدر يقوم بالرصد وبالمهام بتاعته من خلالها؟ لا، بنقدر برضو نعمله من خلال ريسيفرز وحاجات زي كده، استقبال من قمر صناعي اخر. بالظبط كده، نقدر نخليه يصور وايه، ونقدر نتعامل معاه. طب احنا عاملينه ليه؟ عشان الطلب اللي عندنا يتعلموا ايه هو القمر الصناعي. احنا عايزين ننشئ ثقافة الطقس وعلوم الفضاء والأقمار الصناعية للأجيال اللي جاية دي كلها في الفترات اللي جاية دي ان شاء الله بإذن الله. الطلاب اللي هيلتحقوا بهذا المشروع او هيكون عندهم إمكانية دراسة هذا القمر او الدراسة على هذا القمر، طلاب أقسام معينة ولا المتاح بشكل ايه يعني؟ احنا عندنا في كلية العلوم، في الطالب يدخل كلية علوم بيدخل يا اما حاجة اسمها العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية. العلوم الفيزيائيه دي من ضمنها ان هو ممكن يلتحق بهذا البرنامج اللي هو بقسم علوم الفضاء. يبدا امتى البرنامج تطبيقه ان شاء الله؟ من سنه ثالثه ورابعه، يدخل سنه ثالثه علوم، ثالثه علوم ورابعه علوم، بيدرس هذا البرنامج السنتين دول. وبالمناسبه احنا عندنا في معيدين اتخرجوا على هذا البرنامج وطلعوا بره ياخدوا يحصلوا على درجه ماجستير والدكتوراه من بره. يعني موجود بالفعل قمر صناعي تعليمي؟ لا، شغالين فيه حاليا، ما كانش بيتم موجود. تصنيعه حاليا. ده هي الاتفاقيه دلوقتي معانا، طبعا اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا فيه، معانا بعض الأكاديميات في مصر برضو مساهمة معانا في الأمر الصناعي التعليمي ده. إنتاجه هيتم إمتى أو هيظهر للنور إمتى إن شاء والله الله؟ والله إحنا نبتدي في 1/7 بإذن الله إن شاء الله. ويستغرق مدة قد إيه؟ أعتقد مش هتزيد عن سنتين، لأنه هو برنامج لازم نعلم الطلبة عليه كويس الفترات اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. يعني هيكون في تعليم للطلبة أثناء عمل القمر الصناعي؟ طبعا إن شاء الله بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله يا دكتور. يعني رحنا مع حضرتك في أكتر من نقطة، لكن بشكل مبسط وسريع أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا، ضيفي الكريم الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان وأستاذ ميكانيكا الموائع المغناطيسية. شكرا جزيلا لوجودك معنا، نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. من هذه الوقفة اللي ليها جانبين، قلنا المفاعلات النووية تفاصيل بسيطة للموضوع بشكل علمي ودقيق، وأيضا إلى جانب الفضاء وأين مصر في خطى الفضاء أو خطى مصر في الفضاء وفي البحث العلمي، نروح مع حضراتكم إلى وقفة أخرى. خليكم معنا في المساء مع القصر.
صاحب بصمة بمؤلفاته وكتبه ونتاجه الفكري، وصاحب رحلة في رحاب التاريخ. إنه المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق، عضو مجمع اللغة العربية. ولد الدكتور أحمد زكريا الشلق في محافظة الغربية، حيث تلقى تعليمه الأساسي قبل أن يلتحق بكلية الآداب بجامعة عين شمس ليحصل على الليسانس عام 1972، ويعمل معيدا في الكلية حتى حصل على الماجستير ثم دكتوراه في الآداب فرع التاريخ الحديث والمعاصر. قدم الدكتور الشلق خلال مسيرته العديد من الكتب والمؤلفات، مثل رؤية في تحديث الفكر المصري والعرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة، وتطور مصر الحديثة، وفصول في التاريخ السياسي والاجتماعي، إلى جانب كتابه المهم ما التاريخ وكيف نفسره، مع العديد من المشاركات والبحوث والتحليلات. وتقديرا لإسهاماته العلمية والفكرية، حصل الدكتور الشلق على كثير من الجوائز، من بينها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2010، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2006، كما رشح لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2018 و2020 من الجمعية التاريخية ومجمع اللغة العربية، حتى إنه انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في نوفمبر 2017، ليواصل مسيرة الفكر والعطاء في ثنايا العلم وبين أهله الأجلاء، واحدا من خيرتهم. عن هذا وأكثر يحل المؤرخ الكبير الدكتور أحمد زكريا الشلق ضيفا على صالون المساء مع قسوة. الحقيقة أنه لمن دواعي سروري أن أستضيف وأسعد بلقاء شخصية من الشخصيات الثرية والفارقة في عالم التاريخ لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وعندنا كمان تاريخ لتاريخ المنطقة العربية، وبحث دقيق جدا في بلدان بعينها وأمور متعلقة بالتاريخ بشكل عام، كيف نفسر التاريخ، كيف نقرأ التاريخ، كيف ننظر للتاريخ، مجموعة ثرية من الأبحاث والبحث والتواصل في المعرفة والتدقيق في الكلمات والتاريخ الدقيق ورصد التاريخ الدقيق. وأيضا عندنا لغة عربية يعني فخمة ورقيقة وراقية وبليغة، وعضو في مجمع اللغة العربية، قامة كبيرة بنسعد بوجودها النهاردة، والحقيقة يعني من أجمل ما في القامات الكبرى اللي بسعد باستضافتها، وعلى رأسهم ضيفنا الكريم النهاردة، هو أنه بيكون دائما هناك حس راقي من التواضع. كان في حديث ثري قبل الهواء ممتلئ بالتواضع من هذه القامة الكبيرة. منورني الدكتور أحمد زكريا، منور الدنيا دكتور أحمد. شكرا جزيلا، ألف شكر دكتور أحمد. الحقيقة يعني عايز أسأل حضرتك عن حاجات كتير في محطاتك الثرية، لكن يعني أحاول أن يعني أقتنص من حضرتك بعض المعلومات اللي ممكن تكون رحلة إنسانية وثقافية وتعليمية لمشاهدينا الكرام. أبدأ مع حضرتك من البداية والوصول إلى عالم التاريخ. لو حبيت تختزل هذه المرحلة الثرية والدسمة من حياة حضرتك، تختزلها في شكل إيه؟ هو أختزلها في شاب صغير كده أو صبي نشأ في قرية جنب طنطا اسمها كفر الحمى، قرية يعني أنا ريفي الأصل. طموح أنه يقرأ كثيرا ويتعلم ويصبح إنسانا مثقفا وقد يصبح كاتبا. يعني كان عندي طموح من وأنا صبي أن أكون كاتبا، بس ما كانش طموحي أن أنا أطلع مؤرخ يعني مشتغل بالتاريخ. يعني كنت أتمنى أن أكون أديبا مبدعا أو ناقدا. كان هناك قدوة ما تجذبك بكتابتها؟ في أساتذتنا اللي درسونا، يعني احنا درس لنا في المرحلة الابتدائية أساتذة كانوا من خريج الأزهر كلية اللغة العربية، كانوا أشبه بأدباء، يعني مش مجرد معلمين، كانوا معلمين وآباء، وكانوا يثقفوننا ويقرؤون أمامنا الشعر ويكلفوننا بأن نكتب على السبورة حكمة اليوم بالشعر وبالخط الجميل. يعني كل دول أساتذتنا في الإعدادي والثانوي كانوا قدوة لنا بالفعل. ويعني كان عندنا مدرس ثانوي للتاريخ في مدرسة الأقباط الثانوية في طنطا، كان يلقي التاريخ أمامنا كما لو كان يعني كما كان يقدم مشهد تمثيلي. يعني عندما تأتي عبارة لنابليون فإنه يهتف بها بصوت عالي،
كأنه يعني كأنه ينتزعنا من هذا الواقع ليضعنا في المرحلة التاريخية التي بشكل ما من مسرحة التاريخ. مسرحة التاريخ فأحببنا التاريخ بالفعل. ويعني لكن طبعا عندما دخلت الجامعة، دخلت كلية الأدب جامعة عين شمس سنة 68، كان في ذهني أن أنا أخرج من قسم التاريخ أدخل قسم الفلسفة. طب اخترت التاريخ ليه في البداية؟ يعني عشان أثقف نفسي، قلت أنا لكي أكون كاتبا جيدا لابد أن أقرأ في التاريخ وفي اللغة الإنجليزية وفي الفلسفة. كان ده يعني هدفي، يعني متصور أنه التسلح بالقراءة الأكاديمية والعلمية في هذه التخصصات سيجعل مني كاتبا. هل القاعدة دي لسه سارية لحد دلوقتي في ذهن حضرتك، الثلاثية اللغة الإنجليزية والفلسفة والتاريخ؟ لا، هي القاعدة انتهت طبعا، لأن أنا عندما تخرجت من كلية الأداب كنت متقدم في الدفعة، فعينوني معيدا في قسم التاريخ. إذن أصبح علي أن أعد رسالة للماجستير والدكتوراه، وكنت يعني أسعد وكنت محظوظ أن درس لي علماء أفاضل كبار في كلية الأداب، فحببوني أكثر في التاريخ. فلما عينت في وسطهم وسجلت الماجستير والدكتوراه معهم، خلاص أصبحت من أبناء قسم التاريخ، فلم يعد لدي طموح آخر في أن أحقق ما أتمنى. يعني سقطك الأقدار للتاريخ، أحببت التاريخ مبكرا في هذه المرحلة، ولا لما حضرتك تعمقت فيه أحببته؟ لا، لما تعمقت فيه أحببته أكثر. يعني حببتي فيه علماء كبار، أستاذ الدكتور أحمد سعد عبد الكريم عليه رحمة الله، أحمد عبد الرحيم مصطفى، عبد الخالق لاشين، رؤوف عباس، كلهم أفادوني وعلموني. فيعني أنا من حظي الحلو أن كنت تلميذا لهذه الكوكبة من العلماء، جيلين كاملين أسبق مني تعلمت على أيديه. ويعني مش عايز أقول أخذت أفضل ما عندهم، لكن يعني على الدرب درب العلم والأكاديمية واحترام عقلية القارئ واحترام الكتابة تعلمت منهم هذه القيم. يعني فعشان كده يعني أنا حتى أعتقد أن أنا منتمي لهذا الجيل الذي كان يعطي الدراسة حقها كاملا. يعني إحنا مثلا لما سجلت رسالة ماجستير اشتغلت فيها 4 سنوات، ما بشوف طلابي الآن 4 سنوات في الماجستير وشغل ليل نهار. ليه؟ لأنه كنا بنتكون علميا كويس، نقعد نقرأ مش نقرأ الفصل أو الصفحات اللي تتعلق بالرسالة بتاعتنا في الكتاب ونسيبه، لا، نقرأ الكتاب كاملا ونسأل عن الكتاب من الأستاذ، الكتاب ده لقيت فيه إيه، ما الذي أعجبك فيه. يعني كنا بنتكون تكوين علمي رزين ورصين وعلى سنوات، كناش متعجلين شيء. النهاردة احنا طلابنا بيسجلوا معانا وبعد شهور تلاقي جايب فصل من الرسالة. طب يا ابني انت كتبت الرسالة دي ازاي؟ انت خلصت جامع المادة؟ يقول لي لا لسه. طب ما انت مش ماشي تابع منهج البحث بشكل جيد. منهج البحث بيقول تجمع مادة البحث ثم تدرسها، تقرأها أكثر مرة، تعلق عليها، ثم تكتب، تضع خطة للكتابة. فيعني الشباب الذي يدرس في هذه الأيام يتعجل، عايز في سنة أو سنتين وياخد الدكتوراه وماجستير وينتهي. فارق التعجل من التأني في البحث العلمي بيكون النتاج بتاعه بعد سنوات إيه؟ التعجل، فارق التعجل من التأني في البحث العلمي بعد سنوات ماذا يكون المنتج؟ لا، بيكون المنتج المفروض أنضج وأفضل. يعني أنا عندما أنظر إلى أعمالي الأولى بنظر لها على أنها يعني كان ينبغي أن أكتبها بشكل أفضل. ليه؟ لأنني أصبحت أكثر نضجا. يعني لما أعمل رسالة دكتوراه 550 صفحة مثلا، بقول لنفسي أنا لو بكتبها دلوقتي هكتبها في 300 بس. ليه؟ لأنه تمرست بالكتابة وعرفت كيف أوجز في العبارات وكيف أستبعد ما ليس مطلوبا. الحاجات دي كلها بتيجي بالمران، مران الكتابة. يعني ولذلك التأني في الكتابة، أنا حتى الآن عندما أكتب مقالة أو بحثا في موضوع أقرأه وأكتبه يمكن أكثر من مرة حتى الآن. ولذلك أتعجب من اللي يقول أنا أقعد على الكمبيوتر في نص ساعة أخلص مقال، وما ينفعش الكلام. لا، يعني أعيش الموضوع، أقرأه مرة واثنين اللي أنا كتبته وأعيده وأنقحه وهكذا، اللي احنا كنا بنسميها عملية التجويد، تجود الكتابة. ففيش تعجل في الكتابة. الكتابة دي المفروض أن أنا بخاطب بها مش شخص بيقراها، ربما تقرأه أجيال. ففي مسؤولية في الكتابة، الكتابة العلمية مسؤولية شديدة الأهمية وشديدة الثراء،
وتحتاج كثير من التأني وكثير من المراجعة وكثير من التجويد. ولذلك أنا أتعجب أنه حد من الزملاء أو الأساتذة يقول لك ده أنا عملت 40 كتاب أو 50 كتاب. أنا لا أدري كيف، لأنه الكتابة فيها عناء، عناء في القراءة وعناء في الكتابة، بس عناء ممتع مش عناء يعني كده لا. فعشان كده بقول أنه حتى أقول لطلابي دايما لكي تكون كاتبا جيدا ينبغي أن تكون قارئا ممتازا. فمش ممكن تكتب وأنت لا تقرأ بشكل جيد. وتقرأ بمعنى أن تتأمل ما تقرأ وأن تتمعن فيه وأن تتمثله وأن تستفيد منه وهكذا. قلت قارئ ممتاز وكاتب جيد. أيوة. جماع القراءة بالشكل الختامي لها ينتج منتج أقل من حجم القراءة التي قرأت؟ يعني جماع على تقدير ممتاز وجيد، فجيد أقل من ممتاز، فالقارئ الممتاز ينتج منتج جيد؟ لا، ربما التعبير مش دقيق، لكن أنا عايز أقول إنه لكي على تكون قدر القراءة لكي تكون كاتبا ممتازا ينبغي أن يكون أن تكون قارئا ممتازا. اتفضل. لأن القراءة تكوين، تكوين ثقافي. نحن نقرأ كثيرا لكي نكتب. يعني المسألة ليست إنه أنا أقرأ في الفصل أو النقطة اللي عايز أعمل وأكتب فيها وخلاص، لا. ولذلك دائما أقول للطلاب اقرأوا الكتب، اقرأوا كتب ولخصوها لي وروني تلخيص، وكنت أطلب منهم يجيبوا تلخيص بخط إيديهم علشان ما يلجأش لحد يساعده أو مكتب من المكاتب أو حاجات من هذا النوع. يتجروا أحيانا، لكن هو ده التكوين، هكذا علمنا أساتذتنا. ويعني فعشان كده بقول الكتابة الجيدة تحتاج قراءة جيدة أو ممتازة، تحتاج قراءة ممتازة. يعني عايزة أرجع مع حضرتك إلى ودائما كلما التقيت قامة من القامات العظيمة اللي بنفخر بها وبنسعد بها، أسأل عن أجزاء متعلقة بقراءة التاريخ وبحث التاريخ والتأريخ. فإذا تحدثنا عن التأريخ والبحث في التأريخ أو العمل في التاريخ، كيف يكون معيار والفاصل بين الجانبين؟ لا، هو في تفرقة في اللفظين. التأريخ بالهمزة معناها كتابة التاريخ، اللي احنا بنسميه الهيستوريوغرافي، أو الكتابة أو النشاط المتعلق بكتابة أحداث التاريخ. أما التاريخ نفسه من غير همزة فهو مجمل الأحداث التي مرت بالبشرية. فأنا عندما أقرأ في التاريخ فأنا أقرأ تاريخا، لكن عندما أكتب بحثا في التاريخ فأنا هنا أؤرخ. لا، أنا أقصد الشق الخاص بالعمل في التاريخ. التأريخ والبحث في التاريخ، هل يستوي الجانبان، التأريخ المؤرخ كما الباحث في التاريخ؟ لا، ما هو لا، ما أعتقدش. يعني ما فيش فرق كبير. ما هو أنا عندما أبحث في التاريخ بشكل علمي وأنتج إنتاجا أكاديميا معتبرا وله قيمة، فأنا أحسب من بين المؤرخين. فهي ما فيش فارق كبير. لكن إحنا دايما عادة بنطلق كلمة مؤرخ على المؤرخين الكبار اللي إحنا بنستفيد من أعمالهم السابقة. يعني نقول المؤرخ الأستاذ عبد الرحمن الجبرتي، الشيخ الأستاذ الرافعي، دول بنقول عليهم مؤرخين كبار. لكن إحنا كباحثين ودارسين في التاريخ يسموننا أحيانا مؤرخين، لأن إحنا مشتغلين بالبحث في التاريخ، فما ننتجه يكون تاريخا. فيعني بيستخدم التعبير لنا على سبيل المجاز، لكن إحنا في الأصل دارسوا تاريخ، ندرس التاريخ ونكتب فيه. لكن كلمة مؤرخ أنا بتصور أنها كلمة كبيرة. ولذلك أنا عمري ما أقول لحد أنا مؤرخ أبدا. أقول له أنا مثلا بشتغل أستاذ تاريخ في جامعة عين شمس، وحتى أشيل كلمة أستاذ على سبيل التواضع. هذا من فايدة التواضع. أنا بشتغل بالتاريخ في جامعة عين شمس، فلما يلاقيني شعر أبيض كده أقول لك ده أكيد أستاذ. يعني خدت بالي؟ ربنا يديك صحة. الله يخليك. فالمؤرخ كلمة كبيرة كبيرة. عندنا أعلام، عندنا محمد شفيق غربال، عندنا أحمد عبد الرحيم مصطفى، عز عبد الكريم، أسامي دول مؤرخين كبار. وقبل منهم بقى أجيال بدءا من الجبرتي وإحنا طالعين بقى لغاية الطهطاوي. الطهطاوي كان مؤرخ كبير جدا، رفاعة الطهطاوي. ده الطهطاوي أول من ألف كتاب باللغة العربية في التاريخ. أول من ألف كتاب. طب قبل كده كان إيه؟ كانوا بيترجموا، ترجموا الكتابات الأوروبية وبتاع. هو صمم أن يؤلف كتابا، فألف كتاب، ففتح الباب للتأليف. ولذلك إحنا في مصر لا نعلم أن التاريخ، أنه أصبح لنا تاريخ مكتوب يكتبه مؤرخون باللغة العربية إلا في نصف الثاني من القرن التاسع عشر. قبل كده كانوا أبناء مدرسة الألسن بيترجموا التاريخ. فكتب
التاريخ الموجودة في مصر في النصف الأول القرن من تأسيس مدرسة الألسن سنة 1835 كلها كتب مترجمة، لكن بدأ التأليف بجهود رفاعة الطهطاوي في الثلث الأخير من القرن، يعني في النصف الثاني من القرن التاسع. هذا ما يخص التاريخ الحديث. لا، هو كان بيكتب إسلامي، تاريخ إسلامي كمان. يعني عامل كتاب عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز. لا، أنا بتكلم عن فترة البدء في التاريخ. التاريخ للتاريخ التاريخ الحديث. في القرن 19 بالذات. عايزة أروح مع حضرتك إلى فلسفة البحث في التاريخ. وكلمة التاريخ مرة أخرى. يتغير التاريخ حسب الحقبة الزمنية اللي بيتم فيها التاريخ أو الرصد؟ بيتغير. هو عملية التاريخ اللي هي writing history بتنطوي على شقين أساسيين. الشق الأول أن يأتي الكاتب أو الباحث في التاريخ أو المؤرخ يأتي بحقائق الناس لا تعرفها، بيجيبها منين؟ من المصادر، من الوثائق، من الـ الكتب المصادر القديمة، من البرديات اللي هي احنا بنسميها مصادر التاريخ. أن يأتي بمعلومات جديدة غير مسبوقة، إذن طب هذا شيء، لكن هذه المعلومات تحتاج إلى أن يكسبها تفسيرا وتحليلا ودلالة. هنا جهد المؤرخ بقى بالتحليل، وده اللي بيميز المؤرخ عن آخر، عن يعني بيميز بين مؤرخ مجيد لشغله ومؤرخ يعني أقل قدرا أو أقل كتابته أقل قيمة. ربط الأحداث ورصد تسلسلها وتحليلها واستخراج الدلالة. لأنه احنا ما هو الماضي ده وقائع وقعت، احنا بنستردها لماذا؟ والتاريخ يسترد وقائع الماضي. وحتى احنا في منهج البحث اللي بندرسه للطلاب في الجامعة اسمه المنهج الاستردادي، بمعنى استرداد صورة مكتوبة عما حدث في الماضي. فهذا الاسترداد بنسترده لماذا؟ الماضي وقع بوقائعه وأحداثه وانتهى. طب لماذا نسترده؟ لكي نفهم ما الذي حدث وكيف حدث، لكي نتعلم من هذا الماضي. فعشان كده بنقول انه لا ينبغي للمؤرخ ان ياتي فقط بمعلومات، وانما ان يوضح مغزاها ودلالتها ومعناها، لانه لكي نفهم الحاضر لابد ان نفهم الماضي، والماضي هو التاريخ، هو التاريخ المكتوب. عندي سؤال شمولي. نعم. شويه دكتور، استفيد من وجود حضرتك معنا. يعني قرات في ازمنه مختلفه ومراحل مختلفه، فأرى أنه التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر في الكثير من الجدل أكثر من المراحل الزمنية السابقة. تمام. في رصدها وفي تاريخها أو في كتابة تاريخها. تمام. لماذا يحدث هذا على الرغم من قرب المسافة الزمنية وإتاحة المصادر بشكل أكبر؟ لأنه البشرية كلما تتقدم بتكثر مشاكلها وتكثر قضاياها وتكثر أزمتها. هل هي الملحوظة دقيقة؟ لا، ملحوظة دقيقة جداً. يعني لأنه حتى أجيال اللي قبلنا اللي عاشت في بداية القرن العشرين وفي منتصفه كانت الأحداث محدودة، في حرب عالمية أولى وحرب عالمية تانية، لكن دلوقتي الأمور تعقدت جدا. فمع تعقد الأمور بتنعكس على الكتابة التاريخية، لأنه بتتخلق موضوعات ما كانتش موجودة قبل كده. يعني زمان حتى أول ما نشأ علم التاريخ كان تقريبا يكاد يكون تاريخ سياسي، تاريخ حكام وملوك وسلاطين إلى آخره. يعني كان بالتأكيد في تأكيد على الجانب السياسي فقط، لكن دلوقتي اتسع مفهوم التاريخ، في تاريخ اقتصادي، تاريخ اجتماعي، تاريخ فكري، تاريخ ثقافي، تاريخ ديني. فاتساع المعرفة، اتساع مجالات التطور الإنساني بشكل عام بتنعكس بطبيعة الحال على الدراسات التاريخية، فبتتسع مجالاتها. يعني النهاردة ممكن نسجل لطالب رسالة عن مثلا تاريخ حركة دينية، لكن كان في القرن الماضي ما كانش فيه حاجة زي كده. يعني كان التاريخ كان تاريخ سياسي، وربما بعض الموضوعات الاجتماعية العامة. لكن كلما تعقدت مسيرة البشرية وتفرعت وتطورت، كلما انعكس بطبيعة الحال على الموضوعات، على موضوعات التاريخ، فأصبح التاريخ بيتناول موضوعات لم يكن المؤرخون القدامى يتناولونها ويدرسونها. باستكمالا للطرح العام، يعني من هذه التشابكات الكبرى والجدليات الكثيرة التي تثار بين حين وآخر فيما يتعلق خاصة بالتاريخ الحديث، خاصة تاريخ مصر، أنا كقارئ تاريخ أو كمحب للتاريخ أو
ناظر بعين البحث في التاريخ، كيف أحسم الجدل الخاص بحدث ما تاريخيا؟ كيف أنتمي إلى مدرسة أو إلى موقف مؤرخ دون عن موقف مؤرخ آخر أو رؤية أخرى؟ هل أستطيع حسم هذا الجدل داخليا ونفسيا بشكل واضح وبشكل يعني به الكثير من الحسم، أم أن الأمر يطلق على عنانه لحين ظهور مصادر أخرى؟ هو المسألة يعني التاريخ لابد أن أولا في عندنا في التاريخ كعلم حاجة اسمها اتجاهات للتفسير أو مدارس للتفسير، في مدرسة تفسير الاجتماعي، في مدرسة تفسير المثالي، في مدرسة بتفسر التاريخ بمقدرة الأبطال أو الصفوة الحاكمة أو الصفوة المتسلطة إلى آخره، يعني في مدارس للتفسير. فواحد بس احنا بنقول للمؤرخين الشباب دايما ما تحبسش نفسك في إطار مدرسة محددة. يعني إذا كنت بتؤمن مثلا بالتفسير المادي للتاريخ ما تجيش على كل الأحداث وتطبق على التفسير المادي، لأن في أحداث ما ينطبقش عليها هذا التفسير. يعني خلي عندك أفق مفتوح ورؤية أوسع للتفسير، شمولية الفكر في التحليل بالضبط. فدي اسمها رؤى للتفسير، ودي لابد أن يتسلح بها كاتب التاريخ، أن يقرأ في فلسفة التاريخ كثيرا. القراءة في فلسفة التاريخ تجعله قادر على أن يصدر أحكاما وأن يتبنى فلسفات وأن يقدم رؤى. يعني هو التاريخ مش بس رص حقائق، حقائق جديدة احنا عايزينها، عايزين معلومات جديدة، لكن أيضا أن يفسرها بطريقة تتفق مع طبيعة الأمور في المرحلة التاريخية التي عاشت فيها. ولذلك كنا نحذر الشباب وهم بيسجلوا المجلس، بنقول له ما تنقيش من المادة التاريخية ما يلائم فكرة مسبقة. بنقول له احنا عندنا مثلا في التاريخ نتعلم وندرس الوثائق ونستخرج المعلومات ثم نخرج بالدلالة في الآخر منها، لكن ما بقاش عندي دلالة مسبقة أو رؤية مسبقة وأخش أنتقي من المادة ما يدعم ما أقول. ده اسمه يعني تبني موقف طبعا. ده يعني هذه كتابة فاسدة. فمش من حق المؤرخ أن ينتقي ما يدعم وجهة نظر مسبقة، لا، عليه أن يأتي بوجهة النظر بعد التحليل والتفسير وأن يفلسف. يعني عندك مثلا أرنولد تويمبي يقول لك أنا ما كتبتش في فلسفة التاريخ إلا بعد ما قريت 30-40 سنة في كل تاريخ العالم، وحاولت أن أقدم رؤى، وطلع نظرية مشهورة جدا اسمها نظرية التحدي والاستجهاب. لكن إحنا ما نقدرش بكل بساطة كده نقتنع بفكرة تعجبنا أو بأيديولوجية معينة ونطلع من المادة التاريخية من الوثائق ما يدعمها ونقدمها على أنه تاريخ. هذا تاريخ منحاز، وإحنا بنقول المؤرخ لا ينبغي أن يكون منحازا إلا للحقيقة. أنا استغرقني الاستفادة من خبرات حضرتك، وذهبت بعيدا قليلا عن يعني حجم الإبداع الكبير والبحث العلمي الكبير لحضرتك قدمته. عايز أرجع لمجموعة يعني من الكتب والأبحاث والمؤلفات استغرقت الكثير من الأفكار والتفاعلات النفسية عن دكتور ضيفي الكريم النهاردة، فخليني أروح مع حضرتك مع أقرب الكتابات اللي كانت موجودة بالنسبة لك داخليا واستغرقتك بشكل كبير. هو أنا يعني مش هتكلم على كتاباتي، لكن زملائي يقولون انه انا مهتم بتاريخ الفكر، ودي حقيقه، ودي ربما لها صله بتكويني الادب السابق، انه انا كان نفسي اطلع اديب، فلقيت انه او يعني انسقت الى ما احب، فتاريخ الفكر قريب جدا الى، لانه بيفتحنا على قراءه الادب وعلى قراءه الفنون وعلى موضوعات متصله بتاريخ الفكر كثير. فيقولون زملائي عني هم على مسؤوليتهم انك تهتم بتاريخ الفكر، وبالفعل لما حصروا لي بعض المؤلفات لقيت فيه يعني أكثر من عمل قدمته في تاريخ الفكر المصري الحديث والمعاصر. لكن استهواك الجانب السياسي أيضا. بالضبط، لأنه أنا أستاذي الله يرحمه الدكتور عزيز عبد الكريم أول ما جيت أسجل معاه ماجستير قلت له أنا عايز أدرس تاريخ الفكر الليبرالي في مصر، خدي بالك، فانفجر ضحكا، فقلت له يا دكتور انا قلت حاجه تستحق السخريه والضحك؟ قال لي لا، بس الموضوع ده هيعمله راجل عجوز مش ولد مبتدئ زيك معيد في الجامعه، ده موضوع فكر ليبرالي، عارف دي معناها ايه يا احمد؟ وقعد بقى يشرح لي، فطبعا ويسخر مني. فقلت له طب اعمل ايه؟ قال لي لا، انت تشوف لك موضوع صغير كده سياسي ولا حاجه تتمرن فيه ماجستير ودكتوراه، وبعدين تبقى مؤرخ بقى، ابقى اكتب اللي انت عايزه بعد كده. فاخترنا موضوع فعلا كان عن
أول حزب سياسي نشأ في مصر الحديثة كان اسمه حزب الأمة، كان سكرتيره أحمد لطفي السيد، وفي مجموعة مفكرين كبار الحزب فعملت عنه دراسة. والحزب ده نشأ في مصر ما بين عام 1907 و 1914، وبعدين كان فكرته يقول لي ده الموضوع له جسد له جسم في الفترة من كذا لكذا وحزب لكي يعني. لكن هتشتغل لي فيلسوف وتعمل لي مفكر وفكر ليبرالي وبتاع كبير عليك يا ابني. فقلت له طيب حاضر، وسجلت الموضوع وكان مبسوط بيه جدا. فالمهم يعني الفكرة اللي اتعلمتها منه انه ما تبدأش كبير قوي وموضوعات كبيرة عليك وما تعرفش تحسن دراستها، لكن ابدأ صغير واكبر بالتدريج وهكذا. فطبعا بعد ما خلصت رسائل الماجستير والدكتوراه في الأحزاب السياسية ملت بقى لتاريخ الفكر الذي أحبه، فكتبت فيه أكثر من عمل. عايزة في يعني رحلة طويلة يعني لا تختزل الحقيقة، لكن عايزة أقف مع حضرتك وقفة ختامية سريعة مع مجمع اللغة العربية. هو مجمع اللغة العربية لا يضم فقط جهابذة اللغة وأساتذة اللغة والأدب فقط، وإنما فيه تخصصات مختلفة تعد معاجم في مختلف التخصصات، في الهندسة وفي الطب وفي التاريخ والجغرافيا والفلسفة إلى آخره. فهو فيه كان في مجموعة أو بعض في عضو في المجمع كان الأستاذ دكتور حسين الربيع الله يرحمه، كان عضو منتخب وهو أستاذ تاريخ كبير، كان معاه كوكبة من الخبراء واختارني منهم، فقعدنا نشتغل مع بعض، نشتغل في المعاجم ونجمع مادة علمية وغيره. فالحقيقة قعدت 3 سنين تقريبا وأنا خبير بالمعهد. خبير يعني يروح يكتب مادة علمية معينة يسلمها للناس ويناقشوا فيها ويمضي لحال سبيله، مش عضو يعني، مش عضو في المجمع. فبعد 3 سنوات تقريبا زملائي قالوا لي طيب ما ترشح نفسك، احنا محتاجين مؤرخ شاب. طبعا الكلام انا كنت شاب ولا حاجه، بس انا كان سني بالنسبه للاساتذه الموجودين اعتبر صغير، عايزين مؤرخ يبقى في المجمع في عضو، لان الدكتور ربيع كبر في السن واصبح يعني ما غير قادر على انه يفي بالتزاماته. فرشحوني الحقيقه، وكان من حظي انني انتخبت عضوا سنة 2017. فيعني وده شرف كبير جدا أن أنضم لهذا المجمع العظيم اللي بيضم علماء، وحضرتك عارفة أسمائهم يمكن طبعا. فأنا يعني نلت هذا الشرف، فشرف عضوية هذا المجمع الذي يسمى في بعض عند بعض الناس مجمع الخالدين. يعني فالحمد لله يعني ربنا أكرمني بهذه العضوية، وأنا أسعد بصحبة كل الأساتذة هناك، كلهم أحبهم واستفيد منهم، واحاول بقدر ما استطيع ان اقدم الماده العلميه المعجميه التي تطلب مني في المعاجم وفي ما يطلب من اعمال المجمع العزيز الموقر. انا بشكر حضرتك وساعدنا احنا كمان بصحبتك النهارده. الله يخليك. رحلة انسانيه وبحث علمي رائع وتاريخ الحقيقه قدير ويقدر ايضا من الجميع. بشكر حضرتك على وجودك معنا. انا متشكر جدا، نورت الدنيا. الله يخليك. استاذنا الكبير الدكتور احمد زكريا الشلق، نورت الدنيا وشكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. مع حضراتكم من هذه الوقفة اللي فيها الكثير من التفاصيل بين السطور، واللي بأكد دايما على قيمة الرحلة الإنسانية، إن الرسائل اللي بتكون في هذه الرحلة والرسائل الثقافية والرسائل الإنسانية والإبداعية والرسائل الحب والتواضع اللي بتكون دايما مع القامات الكبرى بتكون هي الثقافة الأهم اللي بنحرص على إيصالها لحضراتكم. خليكم معنا في صالون المساء مع قصواء، لدينا الكثير من الأحاديث إن شاء الله تعجب حضراتكم. اسم يقدره الجمهور أينما وجده في أي عمل فني، ويزكيه النقاد أينما حل وحيثما ارتحل في أروقة التمثيل. إنه الفنان الكبير رشدي الشامي، الرجل الذي ربما كان للتمازج الثقافي في حي السكاكين بالقاهرة أثر عليه، فنمت موهبته متشبعة بشتى الحضارات في قاهرة المعز، مما جعل أدواره مصقولة كالماس. وضع رشدي الشامي أولى خطواته في عالم المسرح القومي حتى ظهر في الدراما التلفزيونية في 90ات القرن الماضي في مسلسل بوابة المتولي للكاتب أسامة أنور عكاشة،
أمام الفنانين عزة العليلي وأحمد عبد العزيز. وتنقل الشامي بين الدراما التلفزيونية والمسرح، فشارك في الملك لير أمام الدكتور يحيى الفخراني، وأهلا يا بكوات أمام عزة العليلي وحسين فهمي. وتوالت النجاحات، فمن الجماعة لوحيد حامد، مرورا بالفاجومي لخالد الصاوي، وصولا إلى الاختيار وبميت وش والقاهرة كابل الذي عرض في رمضان الماضي، وغيرها من أدوار فارقة. كما برز الشامي في دورين مهمين هما الشيخ صابر في واحة الغروب والعمدة بمهجة في طايع. تلك الرحلة الثمينة تربو على 50 عملا لفنان أحبه الجمهور واحترم إبداعه وفنه، الفنان الكبير رشدي الشامي، يتحدث من القلب. إلى المساء مع قسوة. النهاردة دي خطوة عزيزة، لأن الأستاذ رشدي الشامي الحقيقة قامة فنية كبيرة، قامة فنية محترمة، أدوار كلها فيها صنعة الفن المصري، وفيها إبداع، وفيها مجهود كبير جدا، وفيها إقناع لحضرتك أيا كان الدور. لسه كنت بتكلم معاه بقول له قد إيه الأداء بيقنعني، وقد إيه بيتمثل الشخصية اللي بيقدمها بشكل بسيط جدا وإنساني جدا، ويدخل القلب على طول بدون استئذان زي ما بيقول كده. منورنا النهاردة فنان كبير، بنسعد بوجوده. هنتكلم معاه في محطات إنسانية وثقافية وفنية وفكرية مختلفة. إن شاء الله حضراتكم هتتبسطوا، سعيدة بالرسائل اللي جاية لنا واللي هنقلها له برضو. منورني الأستاذ الكبير أستاذ رشدي الشامي، منور الدنيا يا أستاذ. يا رب يسعد وقتك. خطوة عزيزة يا أستاذ رشدي، وتقلان علينا حضرتك، وعمالين نبعت لحضرتك تنورنا. الحمد لله أنك نورتنا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلم قلبك، الله يسلمك. عايز أبدأ مع حضرتك من دخول العالم ده وصولا إلى أدوار كتير، وبعدين لقيت الحكاية أولها المسرح. المسرحجية زي ما بيقولوا كده بيبقوا مسقولين قوي بالفن، فلما بيقدم أدوار بعد كده بتبقى بيقولوا بسيطة. هل الموضوع صحيح بالنسبة لك؟ هو المسرح فعلا بيقوي الممثل. ولما بيجيله أي دور بيبقى هو خلاص بيبقى اتعود على الصعب. بيقوي قلبه ولا بيقوي فنيا؟ لا بيقوي فنيا. بيقوي قدراته. خلاص هو يعني هو وقف على المسرح قدام جمهور لايف وعمل كل حاجة. فالكاميرا بالنسبة له هي حاجة واحدة. لكن المسرح مثلا لما يكون فيه 500 متلقي بألف عين بتبص، فطبعا دي حاجة أصعب شوية من الكاميرا. المواجهة بتبقى صعبة طبعا طبعا. فاكر حضرتك أول مواجهة وأول قرار، أول خطوة طلعتها على المسرح والناس مستنية تشوفك، أو أنت مستني تشوف الناس؟ الحقيقة أنا فاكر أبعد من كده كمان. أنا فاكر أول مرة في حياتي أخش المسرح قومي. كان عندي 9 سنين تقريبا. والحقيقة اللي حصل لي إن أنا قلبي دق وجامد، وفي هالة كده بتخوف لغاية النهاردة. أنا لما بخش المسرح قومي بحسها، وأنا عندي فوق 60 سنة. يعني أنا كان عندي 9 سنين لما دخلت اتفرجت على الدفعة اللي تتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، دفعة 67. كان الأستاذ نور الشريف والأستاذ محمود الألفي وأساتذة عظام كبار. اتفرجت عليهم وهم بيتخرجوا. لغاية النهاردة حضرتك أنا بخش المسرح أو حرم المسرح، بس حرم المسرح قومي، نفس الإحساس والله. قلبي بيدق جامد وحس بهالة كده. هيبة المسرح اللي لسه موجودة لحد دلوقتي جاية من إحساس حضرتك وشعورك بقيمة الوقوف على خشبة المسرح، ولا جاية من أنه كمان بعد التجربة اكتشفت أن المسرح هو القيمة الأصعب في الموضوع؟ الحقيقة في الآخر اكتشفت أنه المسرح هو اللي عمل كده. يعني من غير المسرح متهيألي ما كنتش هعرف أعمل الأدوار دي. لأن أنا جيت في يوم بسأل بقول يا ربي أنا عملت أكتر من 120 شخصية في المسرح ومحدش عارف عنهم حاجة، بيشوفوهم ناس قليلين. فلما جيت عملت الشيخ صابر في واحد الغروب استغربت جدا، قلت يا ربي شخصية زي دي هي اللي عملت كل الهلومة دي، وأنا عندي 120 مسرحية بعملهم وشخصيات مختلفة. لكن هو عشان الدنيا يعني ثقلت نفسي هنا فدتني هنا. الحقيقة عايز أرجع للنقطة دي بقى، وحتة فلسفية كده نفسية. الإبداع الكبير 120 عمل تقريبا و120 شخصية مختلفة متنوعة على المسرح، ويشعر بك الجمهور بهذا الحجم في عمل درامي يقدم، في نوع هنا من المظلومية للفنان اللي بيعدي بالرحلة دي، ولا الموضوع عادل بالنسبة لك؟ لا الموضوع عادل. طبعا هو انت بتاخد حقك.
يعني عملت مسرحية هتبقى كويس، عملت اتنين هتاخد حقك، تلاتة هتاخد حقك. في الآخر النتيجة بتاعت ربنا. حقك في المسرح إيه؟ الأجر ولا حب الجمهور للشخصية؟ لا الأجر مش هنتكلم فيه، علشان ده مسرح دولة والأجور دايما بتبقى شوية قليلة. يعني لما تعمل مسرحية مثلا، على أيامي آخر مسرحية تقريبا عملتها كان شغل 3 شهور في المسرح، بروفات وعرض شهر، وفي الآخر بتاخد 8000 جنيه مكافأة. فمش هنتكلم على الفلوس، لكن هنتكلم على القيمة. سنة 10 يمكن 2010 تقريبا أو 12 حاجة كده يعني. فالمبلغ بسيط قصاد المجهود الكبير بالزبط. والوقت، ولكن في بقى متعة تانية. أنت بتستمتع، متعة تدفع لها فلوس. هي دي الفكرة. متعة الوقوف على المسرح وانك تواجه الجمهور طبعا، والناس تتبسط منك، دي حاجة جميلة جدا. يعني ما تبقى خارج ومحدش عارف عنك حاجة وناس تقولك انت كويس، دي حاجة حلوة قوي. متعة الانتشار والشعبوية الكبيرة اللي من خلال الدراما التلفزيونية مختلفة عن متعة رد الفعل اللي على المسرح؟ متعة المسرح في ان الناس بتشوفك وبتقولك شاطر. الانتشار ده متهيألي حاجة مش يعني مش موضوعنا يعني، انك تبقى منتشر وتبقى موجود دايما. لكن المهم تمثل. يعني لو عملت لك كل سنه حاجه، دي حاجه لطيفه جدا، ومش لازم تبقى منتشر قوي يعني. بتاخد رزقك يعني. الرزق الفنان، ناس تقول انا رزقي حب الناس، وناس تقول انا رزقي في النجوميه والاجر الكبير، حتى لو بيختلف على قدراته التمثيليه والابداعيه، كل واحد بيشوفها بزاويه شكل. وانا من المكان ده سمعت حاجات كتير عن الموضوع. بالنسبه لحضرتك رزقك ايه في الحاله الفنيه او في الابداع؟ انا لازم اذكر في الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ونعم بالله. رزقك هيجيلك 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 حب جمهور، هيجيلك ادوار حلوه تعملها، هيجيلك شويه فلوس، كل ده رزق. فانا شايف ان انا ماليش يد في رزقي. أنا بيتعمل لي رزقي، بيجي لي لغاية عندي وأنا قاعد الحمد لله، وربنا مش بينسى يعني، مش بينساني خالص. الأدوار بقى اللي بتتقدم لحضرتك، نقدر نقول إن حضرتك بتنتقي الأدوار، ولا في مرحلة ما كانت الأدوار بتيجي ركبة مع شخصية أستاذ رشدي الشام؟ والله استهانم، أنا ما بنتقيش أدوار. مش عايز أكذب، أنا الأدوار بتجي لي والدور اللي بيجي لي أنا بعمله. أيا كان الدور، أيا كان المخرج ده نفسه فيا وشايف ان انا ممكن اعمل له حاجه تنوره، فليه ما اروحلوش؟ اذا رحت بقى ولقيت الحكايه مش مظبوطه، بس انا رحت وعملت اللي هو عايزه. لكن انا مش بنتقي، لا انا بيتم اختياري، انا عايزينك في كذا، حاضر تحت امرك. لكن انا اختار وانقي وحاجات كده مش حقيقي. البساطه اللي حضرتك بتتعامل بيها معظم الوقت بتكون نتيجتها ايجابيه بالنسبه لك، ولا بتلاقي حاجات تضايقك بس بتضطر تكمل في الاخير؟ لا بتلاقي حاجات تضايقك وبتضطر تكمل، لان هو كده. ايه نوع الحاجه اللي ممكن تضايق حضرتك في كواليس عمل؟ ان ممكن حد ينصب عليك مثلا، ينصب عليك في اجرك، في اجرك انك تتفق معاه وما يدلكش الاجر بتاعك، او خلاص انت عملت له شغل فانت مش موجود بالنسبه له. ودي حصلت معايا مرتين يعني. فدي حاجه بتزعلني جدا، لان انا بعاملك باخلاص وبكون مخلص معاك ومش بعطلك، فمن فضلك يعني عطلني على قد العطل اللي انا عطلتها لك يعني، لكن انا مش بعطلك. لكن للاسف بيمشوا ومش بيدفعوا. دي حاجه بتضايقني جدا، مش عشان قيمه الفلوس، علشان انت ضحكت عليا بس. لكن قيمه الفلوس، الفلوس هتيجي وهتمشي، بس انت بتضحك عليا ليه؟ يعني ملوش معنى يعني. المظلومية دي في ناس بتطارد في المحاكم، وفي ناس بترفعها للمحكمة الكبيرة. حضرتك بتروح لأي تجربة؟ أنا بروح لحسبنا الله ونعم الوكيل. محكمة ربنا. ومش بيسيبني. أنا بشوف يعني، بشوف وأنا لسه عايش، مش هستنى لما أروح هناك. أنا وأنا هنا بشايف، بشوف، وبرضو بقول يا رب يسامحه. ربنا يديك الصحة ومزيد من الرضا والحب. يا رب يسعدك. عايز أروح مع حضرتك بقى لأدوارك، خاصة يعني تكلمنا شوية عن المسرح عشان برضو أحاول ألم التجربة كلها يعني أكبر قدر ممكن من الحديث. نروح للدراما التلفزيونية، أول خطوة في الدراما التلفزيونية وأول وقوف قدام الكاميرا والصدى بتاع الموضوع حتى لو بشكل بسيط، كانت إيه التجربة دي بالنسبة لحضرتك؟ ولو بشكل بسيط كانت بوابة المتولد، يمكن من 25-30 سنة. ولكن اللي عملت
حالة جامدة هي واحة الغروب الأستاذة كاملة أبو ذكري. بنتكلم تقريبا في حاجة وعشرين سنة لو من إيه؟ بوابة المتولي لواحة الغروب تقريبا حاجة وعشرين أو يمكن ثلاثين كمان يعني. الخطوات اللي بينهم كان إيه التنقلات الفارقة برضو اللي وصلت للدور العظيم في واحة الغروب؟ اللي وصلني هو المسرح الحقيقة يعني. يعني على جانب الدراما كنت حضرتك موجود في المسرح؟ أنا دايما موجود في المسرح هو الملجأ الوحيد أصلا يعني، هو لأني موظف في المسرح القومي والناس شايفة أن أنا كويس فبيجيبوني. لكن بالنسبة للتلفزيون والسيما ما حدش يعرف عنك حاجة، فهيجيبك منين؟ الأستاذة كاملة أبو ذكري بقى لقطت الحكاية دي وجابتني. العمل اللي قبل واحد الغروب كان إيه؟ تلفزيون يعني؟ والله ما أنا فاكر، لأن هتلاقي حاجة مسافة بعيدة أكيد، حاجة بعيدة أو يمكن يكون حاجة قليلة جدا. يعني أنت محتاج دور كويس في مسلسل حلو عشان تبان. لكن حتى لو ما عندك دور كويس في مسلسل ما تشافش كويس، انت ما تشافتش وانت ما عملتش حاجة عدى. واحة الغروب صدى كبير جدا على الشخصية والأداء واللكنة والصوت، طبقة تانية خالص، والملامح الوش والتركيع حالة تانية خالص. يعني أنا لسه بقول لحضرتك أنه المظهر العام لا، شخصيات تانية خالص. احكي لي عن كواليس واحة الغروب. واحة الغروب كانت متعبة جدا بس كانت ممتعة جدا الحقيقة. وبعدين لما الواحد بيخلص العمل وبيتفرج عليه حاجة، أنا اتبسطت جدا، مبسوط بنفسي طبعا، لأن أنا مش بشوف أنا بعمل إيه، أنا بتفرج مع الناس. يعني مش بشوف الشخصية أنا عاملها إزاي وأحسنها أو لأ، أنا بتفرج مع الناس، بصور وأسيب التصوير وخلص وبعدين أتفرج. لا الحقيقة النتيجة كانت مبهرة بالنسبة لي. تعب الشخصية كان في إيه؟ إيه أكتر حاجة استهلكتك؟ كانت في واحة الغروب كانت عيني، عشان كنت عامل حاجة بعيني كده، لأن الراجل كان اتضرب على عينه وهو صغير وبتاع، هو ده اللي كان متعب بالنسبة لي جدا. متعب طبعا جسديا كده. طبعا. لكن الأستاذة كاملة كانت بتستوعبني وتقول لي ريح شوية ريح شوية عشان عيني بتعلق، فلا كانت بتستوعبني جدا. اتعاملت مع مخرجين، فرق مخرج عن مخرج ايه؟ وحضرتك بتذكر الأستاذة كاملة اللي بنوجه لها التحية طبعا، ايه فرق مخرج عن مخرج مع الممثل؟ في مخرجين بتشوف يعني لما الممثل يعمل حاجة المخرج يشوفها ويأكدها، في مخرج يشوفها ولا كأنك عملت حاجة وبتعدي وخلاص، بيشوفها ويأكدها يعني بيقول الله ينور ويشجع. لا مش الله ينور ويشجع ويكمل عليك يبني معاك أكتر. يبني معاك أكتر ويشوفك. لكن في ناس مش بتشوف يعني بتمثل كويس خلاص عدت، لكن الديتيلز بقى مش كل حد بيشوفها. عايز ارجع لواحة الغروب برضو. اتفضل. اللكنة والصوت والأداء، الموضوع ده حضرتك بذلت فيه مجهود قد ايه؟ وباخد من ده رسالة للناس اللي عايزة تأدي برضو أدوار نوعية أو المقبلين، دايما بيبقى فيه رسالة بين السطور، عشان أدي دور صعب زي ده أنا محتاج ايه؟ محتاج أذاكر. لازم أذاكر. يعني لما جالي واحة الغروب ده كان بالنسبة لي تحدي أكون أو لا أكون، فذاكرت بقى، ذاكرت في واحة الغروب كويس، كان عندي 3 شهور قريت الرواية بتاعت الأستاذ يحيى الطاهر عبد الله بهاء طاهر سوري سوري بهاء طاهر صح، قريتها أكتر من مرة وذكرت سيوة كويس، تاريخ وجغرافيا بس. سوري أنا غلطت في لا لا في مفيش مشكلة، أنا انتظرت حضرتك تكمل. أنا عايز أفتكر سمعت كلمة طاهر بالظبط. مفيش مشكلة. أنا بحب يحيى الطاهر عبد الله كمان، بحبه جدا. طيب من المذاكرة في دور زي ده ورد الفعل بقى، رد الفعل بالنسبة لك كان إيه؟ رد الفعل الجماهيري الكبير؟ لا ما كانش حد عارفني ان انا بعمل الشخصيه. يعني الناس ما كانتش مركبه الوش ده لا اطلاقا، استاهل الحمد لله. الحمد لله من فضل ربنا علينا، يعني ان ده حاجه ثانيه غير ده. فانا كنت مبسوط جدا ان ما حدش عارفني. يعني وصل الموضوع ان الناس ما كانت ما بتشوف حضرتك مش عارفه انك انت اللي بتأدي الدور. لا الحمد لله. لا اطلاقا اطلاقا، ودي كانت حاجه حلوه جدا. حاجه حلوه. ممكن حد يزعل يقول الناس ما عرفتنيش. ما ان شاء الله معرفتك هتعرفك تعمل بيك ايه. هي عرفت الشخصيه وانبسطت من الشخصيه، وهي دي شغلتك انك تخليه يتبسط من الشخصيه مش منك انت. انت
هوس الشهرة اللي عند ناس وحب الشهرة اللي عند آخرين ما بياخدش حضرتك في لحظة إنه يعني كنت أتمنى إن الموضوع يكون ليه صدى أكبر من كده على الشخصية الحقيقية مش فقط على الدور؟ لا. لا 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 أنا مش عايزني خالص. أنا مش عايزني أبان خالص. لأن أنا لو كنت موجود في الشخصية خلاص الشخصية ماتت. وفي الحقيقة ممثلين كبار ما بيفصلش بينه كشخص والشخصية، بيركبوا على بعض كده، يبقى كيانه من كيان الشخصية واحترامه من احترام الشخصية إطلاقا. أنت ممكن تبقى حرامي وأنت نجم كبير فتتعامل على إنك حرامي مش النجم الكبير. لو دخلت الاثنين على بعض باظت. لازم يكون في فصل طبعا. وتعرف إن يعني الشغلانة إنك تفصل بينك وبين الشخصية اللي بتلعبها. لكن للأسف في ناس في نقلات لحضرتك وصولا إلى الاختيار. الاختيار والشخصية اللي في الاختيار ونهاية الشخصية وصدى الموضوع تفاعل الكبير، وهنا بقى يعني شفت حضرتك بالملامح بالوش وعرفتك كمشاهد أو كمتابع رشدي الشامي بيقدم الشخصية دي. الموضوع بقى احكي لي كواليسه واحكي لي رد الفعل عليه. هم 5 مشاهد الحقيقة. وفي الأول الأستاذ باهر دردار كانوا مشهدين، ولما رحت صورت المشهدين زودوا ال3 مشاهد التانيين. واضح ان هم عجبوهم المشاهدين الاولانيين فقالوا نكتر شويه وكتبوا يعني المشاهد زادت بعد ما حضرتك اديت المشهدين. مظبوط. فانا انبسطت جدا من الحكايه دي، اكيد عجبتهم فعشان كده زودوا. عجبتنا وعجبت الناس. يا رب يسعد وقتك. يا رب يسعدك. يا رب يسعدك. بس فالكواليس كانت هايله طبعا. الاستاذ بيتر ميمي مخرج الجميل، حاجه لطيفه جدا 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 يعني. وانا انبسطت في الشغل ده معاه. ارجع للكلمه اللي حضرتك قلتها، بيتر ميمي شافك. ايوه. ولما بيشوف حاجه بياكدها. هو ده الفرق بين انا من وجهه نظري القليله قوي. هو ده الفرق بين مخرج ومخرج. مخرج شاف وكبر وعمل، ومخرج شاف او ما شافش وعد الحكايه. فبحزن، يا خساره ده كنت عامل حاجه حلوه قوي بس هو ما شافهاش. لكن لو شافها وكبرها يا سلام بتبقى حاجه حلوه جدا. كبرها بمعنى كبر الدور ولا كبرها لا كبر الحاله. كبر الحاله اللي انت فيها. وعمل عليها زوم بروزها وشافها كويس ولقاها جميله فخلاها اكبر من كده. مش كبر الدور، كبر الحاله اللي انا فيها. صدى الاختيار وصدى الشخصيه كان بالنسبه لحضرتك ايه؟ وبرده على جانب اخر، هل ممكن صدى الدور يطبطب عليك بعد انه المخرج ما شافكش في وقت من الاوقات؟ بس الاختيار المخرج شافه طبعا الحقيقة. احنا خلاص حسمنا الموضوع. نتكلم على جانب اخر. طبعا بزعل جدا. لانه طالما ما شافكش فانت مش هتطلع بكامل قوتك. فبتزعل خلاص. طب صدى الاختيار كان ايه بالنسبه لك؟ كان هايل. الناس كانت مبسوطه جدا جدا. الناس عرفتك بقى. عرفتك. عرفتك الحقيقه. واحد الغروب الناس ما عرفتك. لا في الاختيار الناس عرفتك. وفي قطايع الناس ما عرفتنيش برضه. الحمد لله. يعني معظم الادوار الناس ما عرفتنيش. بس الاختيار كان واضح قوي لان كنت زي ما انا كده. يعني خلاص هو يعني. اللي عايزه اروح لطايع برضو الدور وكان في مشهد كده يعني وكان في حاله الفقد اللي حصلت وفي الم. الدور كله كان في الم كبير قوي من اوله لاخره. حاله الالم دي مع العمل نفسه كان بالنسبه لحضرتك برضو شفته بعين ايه او مريت بتجربته ازاي؟ الحقيقه هو الاب اللي بيحب بنته اللي هو جبار. ايا كان هو جبار. حبه لبنته ده حاجه بتخليه ضعيف جدا وحاسس بضعف قدام بنته. لكن كان وصلني مشهد انه او حاله انه هو متالم للضعف ده. طبعا. يعني هو زعلان انه ضعيف كده. طبعا. بس بنته قلبه قلبه فبيبقى ضعيف جدا. وفي مشهد بيقول لها خد يا بنتي المفتاح لو عايزه تخرجي اخرجي زي ما انت عايزه خلاص. هو حتى بينه وبينه هيبته راحت. بينه وبينه هيبته راحت. قال لها خدي لو عايزه تخرجي اخرجي خلاص. انا اتأثرت وحضرتك بتحكي عشت المشهد تاني.
الطايع بالنسبه لك بقى بعد انه اديت الدور بالشكل العظيم ده وبرده الناس لسه مش واصل لها ملامح، لانه طبعا برده الوش كان مختلف بالاداء العام كان مختلف، كنت منتظر اللحظه اللي الناس هتعرف فيها رشدي الشامي؟ لا 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 حضرتك، انا رشدي الشامي ده لا يعنيني اطلاقا خالص على فكره. لا يعنيني، اللي يعنيني اللي بيعمله رشدي الشامي. لكن هو كشخص ما زي ما انت شايفه كده مفيش حاجه يعني. لكن انا انت بتعمل ايه، هي دي الحكايه. هو بيعمل ايه، فاللي بيعمله ده هو اللي بياكلني وهو اللي بيشربني وهو اللي بيخليني مبسوط وهو اللي بيخليني مستمتع. لكن انا كرشدي لا بخليني مستمتع ولا بخليني مبسوط ولا بجيب لي فلوس، لكن اللي بيتعمل ده هو الموضوع. الحياه الشخصيه بالنسبه لحضرتك بتتلخص في ايه لو حبيت تشركنا في جزء منها؟ الحياه الشخصيه انا بعتمد على الايه اللي قلتها لحضرتك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا اقعد ورزقي هيجي لي. موضوع السعي ده حاجه انا اسف يعني ما اعرفش هتتاخد ازاي، ولكن انا يعني اغير على ربي اللي يقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربي اكبر. السعي مطلوب برضو، لكن ممكن نقول ان حضرتك قدمت سعي كتير في محطات كتير. عمري ما قدمت سعي ولا هقدم سعي. لان السعي ده فيه شبهه انا مش راضي عنها. في حاجه اسمها اجتهاد وفي حاجه اسمها سعي انا ما بحبوش. لكن الاجتهاد اجتهد زي ما انت عايز. الاجتهاد في ايه؟ لو انا اشتغلت جزمجي وحضرتك جزمتك اتقطعت وانا اعملها فأخيطها لك بما أتيت من قوة وكل خبراتي أحطها فيها، مجتهد في صنعتك عشان تعجبك ولما تقطع تجي لي تاني. لكن السعي ده أنا مش فاهمه. يعني إيه؟ يعني إيه تسعى؟ اجتهد اجتهد في الشغلانة. يبقى أنا أفهم من كلام حضرتك إنك ما بتروحش تخبط على البيبان، بتنتظر الرزق هو اللي يخبط. شبهة كفر. كون إن حضرتك تخبط على الباب، اعلم يا ابن آدم دي شبهة كفر. انا مش عايزه اروح للحته دي. بلاش، وانا كمان مش عايزه كده بندخل في وانا جدل. كمان مش عايزين نروح، خلينا حلوين كده يا استاذ رشدي والكلام جميل وماشي حلو. انا كمان مش عايزه، انا كمان مش عايزه اروح لحضرتك من النقطه دي. عايزه اروح بقى للقاهره كابل نتكلم بقى دور، يعني برضو في وجع كبير وحزن وألم. صحيح. ولكن في فلسفة وفي برضو شوية تصالح كده كانوا معجونين جوه الدور. كلمني عن القاهرة كابول وعن دور حضرتك فيها وصدى الموضوع برضو مهتمة بيه. الحقيقة القاهرة كابول بعت لي الأستاذ حسام علي فيه. شخصية طبعا عميقة جدا. مع أنه مش مؤثر قوي. لكن هو قاعد طول ما قاعد شايف التلفزيون وشايف الخط عشان ابنه يعرف الواد ده فيه ايه والواد ده ايه اللي خلاه كده. ده مهم جدا. والاستاذ عبد الرحيم كمال كاتب كلام فعلا كل ما بقوله بسال نفسي الواد ده ايه اللي خلاه كده. كل اخواته كويسين، اشمعنى هو اللي طلع كده؟ ده سؤال كبير جدا، ولو احنا كلنا فكرنا في السؤال ده هنعرف نربي عيالنا كويس. حل القضية كاملة بالظبط. الواد ده ايه اللي خلاه كده؟ لازم نعرف ايه اللي خلاه كده. مفاتيح الشخصية كانت عنده رشدي الشامي في الـ في الـ في العمل او في القاهرة كابول. مفاتيح شخصية طارق لطفي كانت موجودة اسرارها في ايد رشدي الشامي. مفاتيح شخصية طارق لطفي اللي وصله لكده كان موجود في الحالة اللي كنت عايشها؟ لا يا عيني، ما هو لو عارف هيهدى. هو مشكلته انه مش عارف اللي وصله لكده. وده كان السؤال المحوري بالنسبة له. صحيح. صحيح. وده اللي وصل عبد الستار لما قابل ابنه في الآخر. قال له لله الأمر من قبل ومن بعد. ونعم بالله. أنا مبسوطة بوجود حضرتك. يا رب يسعد وقتك. وكان نفسي يعني نفضل نتكلم الحديث مع حضرتك. شيق وإنساني ومليان رضا وسلام وبساطة وتصالح. ربنا يديك الصحة والعافية. يا رب يسعدك. يا رب يسعدك. شكرا لحضرتك. أنا اللي متشكر على استضافة حضرتك. نورت الدنيا كلها. شكرا جزيلا. مع حضراتكم من هذه الوقفة مع أستاذ كبير ونجم قدير الحقيقة في عين كل الناس اللي ممكن تشوف الفن بالعين الصحيحة الدقيقة. كنت سعيدة بهذا الحوار، رحلة إنسانية وفلسفية وثقافية وفنية وإبداعية. شوف حضراتكم إن شاء الله على خير. حلقة جديدة من المساء مع قصواء. لكم تحياتي، قصواء الخليل.